ليا وحته فل العملي بقى عباره عن ايه؟ لنفرض مثلا ان انا جايب لك عينه في الامتحان عينه ستاف هولز، واخد بالكوا اللي هو السلايد بتاع الستاف هولز، بعمل انا ايه بقى؟ بقوم جايب لك السلايد واسالك الاربع اسئله ام سي كيو على المعلومات اللي هي على الدايجنوزز اللي في النص. طبعا احنا بنعمل ايه بقى؟ بدل ما اعمل لك ورق عملي وورق نظري، لا احنا عاملين كله مع بعض. يعني انت في العملي مش هتذاكر الا الجزء ده اللي هو من صفحه 24 للاخر. يبقى كل ما ناخد عائله بكتيريا هيبقى الجزء الوراني ده هو العملي والنظري مع بعض. ماشي؟ طيب بدل ما نذاكر ده من سورس وده من سورس. هات ورقه ورقه اصلا مش كله هاخد ورقه هنا اصلا. طيب بصوا بقى يلا مين اللي ما خدش قدام يا جماعه؟ مش بص في ناس اهو قدام على طول. طيب والله هيجيبكم. حاضر حاضر حاضر. الرايه دي بعد ما يخلص الحصه هتجيبوا لنا انتوا عارفين. ماشي فما تخافوش لو في ناس. طيب يلا هاتوا مين؟ مين اللي ما خدوش الرايه يرفعوا ايديهم؟ طيب حاضر نزل يصور والله حاضر. بصوا بس مع اللي جنبيكوا احنا هناخد اول سطر ونطبقه على الورق مش هناخد الورقه كامله مع بعض. بصوا يا حبيبي خلاص احنا دلوقتي مين اللي صفر؟ بتصفر اللي صاحبك ادخل يا اخويا. اللي ما خدش ورقه يرفع ايده يا جماعه. عايز ايه يا زلمه؟ اقول لمؤمن يبعت كارت الحماده. مؤمن يبعت كارت الحماده. مؤمن يعني؟ هو قال لك كده بس. حماده هو اللي قال لك كده؟ هو مؤمن بيدفع فلوس اساسا. مؤمن صاحب مؤمن معاه كارنيه بوليس. احمد خليهم يطلعوا لنا خلاص. بص يا جاي لك اهو. ما خدتوش برضه؟ يا ابني ما انت تديهم وخلاص يا احمد. او اللي خد اكتر من مره منه لله هنعمل ايه؟ فدام حلتها على نفسك خلاص هيبقى مال حرام بالظبط. يلا هات لي ميه خلاص خلاص يا حبيبي. الحمد لله احمد تسبب ان احنا تعطلنا بتاع 10 دقايق. ممكن تبتدي؟ خلاص يا احمد فاهم مش نظام شغل ده. خلاص يا مؤمن. طيب خلاص يا حبيبي ممكن ابتدي لو سمحت؟ دلوقتي خلاص يا عمر. دلوقتي ايه في سكينة هنفضل ماشيين عليها طول السيستماتيك في الدايجنوز. دلوقتي احنا عندنا خلاص خلاص يا جماعة. ما معنى كلمة لابوراتوري دايجنوز؟ زي ما خدنا في النظري بالظبط. لنفرض ان انا قاعد في العيادة وجالي واحد عنده نمونيا او جالي واحد عنده مننجايتس. اظن بعد ما خلصت الكلينيكال بيتش هل البكتيريا النمونيا في بكتيريا واحده بس هي اللي بتعملها؟ طبعا لا. وبالتالي بقى ما معنى كلمه لابوراتوري دايجنوزس؟ ان انا هاخد من العيان عينه وادور فيها. اوطي الصوت؟ ما هم موطيين اقل حاجه. خلاص ماشي. اتكلم بالراحه. يعني ويسبرنج بحنيه كده. كارلس ويسبرنج بحنيه. يبقى يا جماعه كده كويس؟ هحاول اهتم. ولو غلطت وعليت صوتي على طول زعقوا زي على طول. ماشي وطي يا حمار على طول. ماشي وانا ان شاء الله هحاول اتكلم. طيب دلوقتي يبقى دلوقتي انا هعمل ايه؟ هاخد عينه من العيان. يا جماعه كده مش هتخلص قوي. دي
كفايه ان انا قاعد ساعه مستني. يعني هنا انا بقيت بستنى اكتر ما ارشح. انا بستنى اكتر ما ارشح. مسيطر يا دكتور. بص دلوقتي يبقى اللابوراتوري دايجنوز معناه ايه؟ هاخد عينه من العيان، زي مثلا واحد جاي لي بنمونيا، هاخد منه سبيوتم واعمل ايه بقى؟ ادور على الاورجانيزم في السبيوتم. ده اسمه لابوراتوري دايجنوز. طب قولوا لي لو انتوا فاكرين من العمل، هو انا ليه لازم اتوصل للبكتيريا اللي عامله المرض؟ عشان اعمل علاج، صح؟ مش كل بكتيريا يا حبايبي وليها انتي بايوتيك ولا لا، واحنا لسه واخدين العلاج الحصه اللي فاتت. يبقى اللابوراتوري دايجنوزس الهدف بتاعه معرفه البكتيريا عشان اعمل تيوب. طب السؤال بقى انواع الدايجنوزس ايه؟ عندي نوعين. محدش يتكلم يا جماعه. بص عندنا حاجه اسمها دايركت دايجنوزس وحاجه اسمها اندايركت دايجنوزس. ما معنى كلمه دايركت دايجنوزس؟ يعني هدور على الاورجانيزم، اخد عينه من العيان وادور على الاورجانيزم. كلمة indirect يعني هدور على الانتي بودي اللي سيادتك مطلعها ضد الاورجانيزم. قولوا لي انا لو عندي ستاف اوريس مش جسمي هيبقى فيه انتي بودي ضد الستاف اوريس ولا لا؟ ده اسمه indirect دايجنوز. طبعا الاهم على الاطلاق هو الدايركت. دايما الاندايركت ده بتبقى حاجه صغيره جدا في نهايه الدايجنوز. طيب خش بقى على الدايركت. محدش يتكلم يا جماعه خلاص. السؤال بقى ازاي بدور على الاورجانيزم؟ أول حاجة هاخد عينة من العيان. قولوا لي يا حبايبي خدناها في العمل. العينة دي تتحدد تبع ليه؟ الله ينور عليك. السايت اوف انفكشن. مش احنا خدنا أول درس في العمل كان درس اسمه سبيسمنت ولا لأ؟ فعلى حسب الديزيز هحدد العينة. يعني مثلا واحد عنده أبسس تفتكروا إيه العينة؟ يبقى بص. واحد عنده نمونيا تفتكروا إيه العينة؟ هتبقى سبيوتم. ماشي يا حبيبي؟ وعندي كمان بقى يا جماعه كده مش هينفع. يا هشام يا خليل يا سيلفيا. مش سيلفيا ولا مين؟ انت معلش قولي لي اسمك. عشت الاسامي يا مريم. يا ريت ماما كانت جابت مني الثلاثه زيك. والله العظيم كانت الدنيا خربت اكتر. اهمال يا مريم شويه. عندي عينه ثابته دايما. لما يكون يا ثابت الام انا مش هقعد يعني مش هقعد اقول كل واحد باسم لان انا بقى هبتدي ادلعكم. واخدين بالكم؟ يعني انا هختار اسامي دلع معينه واقولها لكم وان شاء الله الاسم الدلع مش هيفصلك ابدا بس هتلزق فيك. يعني ما انت قلت الاسم انسى بقى لغايه ما تتخرج وتموت هيفضلوا يعيروك بالاسم ده. فمن فضلكم بطلوا. ماشي؟ انا اهو انا حصرت يا عوف. ماشي؟ طيب بصوا دلوقتي في عينة ثابتة دايما لو الاورجانيزم عمل بكتيريا. قولوا لي لو الاورجانيزم عمل بكتيريا احنا بناخد عينة اسمها ايه؟ بلط. وطبعا قولوا لي لما هتاخد بلط هتعمل حاجة اسمها ايه؟ بلط كلتشر. طيب السؤال مش عايز كلام وبعدين السؤال عايزين بقى نطبق الجزء ده من السكيمة على الورق نفسه، مش هاخد السكيمة كلها مع بعض مرة واحدة، لا، كل ما ناخد جزء نطبقه، فطلعوا لي بقى صفحة 24. هنبتدي بقى نشوف العينات اللي في درس الكوكاي. طبعًا بصوا بقى، إحنا كنا مقسمين الكوكاي على حسب الديزيز. في الدايجنوزس بقى تقسيمة تانية خالص، اللي هي إيه؟ بنحط الأورجانيزمات المتشابهة مع بعض، حتى لو ما كانوش بيعملوا نفس الديزيز. فبصوا بقى، الجدول ده في اكبر خمسه اورجانيزم من حيث الدايجنوز. ازاي بقى؟ اول حاجه الستاف اوريس، جنبها الستريبت بايوجين. قولوا لي مش دول كانوا بيعملوا سكين ووند انفكشن ولا لا؟ بعد كده حاطين ستريبت نموني اللي هي نيومكوكاي، جنبيها منينجوكوكاي. الله ينور عليك. مش دول كانوا بيعملوا منينجايتس ولا لا؟ وفي الاخر بقى حاطين الكونوكوكاي اللي هي بتعمل شريط الوين. يعني انا المفروض لو انا شغال كلينيكال كنت احط الجونو بعد السيبت بايوجي، صح؟ لكن احنا حاطينها ورا عشان احنا هنمشي بترتيب معين. طب السؤال بقى ايه العينات في العالم دي؟ على حسب المرض. قولوا لي اول حاجه مش الستاف اوريوس اكتر اورجانيزم بيعمل بايوجينيك انفكشن ولا لا؟ فهيبقى 10 عينه ايه؟ بص طيب لكن
بيقولوا لي لا الكتاب كاتب عينة تانية ممكن تنفع عينات مخ، قولوا لي مش الاستاف اويل ساعات بتعمل نمونيا وبالتالي العينة هتبقى ايه؟ لكن اهم عينة هي البص. خشوا بقى على الستريبت بايوجين، ها اكتر مرض بتعمله الستريبت بايوجين هو تونسولايتس. لكن الحتة دي ولا مش الكومنست انفكشن بالستريبت بايوجين هي التونسولايتس، وعشان كده اشهر عينة سلوت سويب. فجيب لك صورتها وكنا خدناها طبعا في العمل لو انتوا فاكرين اللي هي الاوردينال سويب. لكن ده ما يمنعش بقى ان برضه الستريبت بتعمل سكين انفكشن، فاللي هي وند انفكشن، فممكن تاخد سكين سويب وممكن برضه تاخد بص. طب بصوا لي كده المعلومه اللي تحت البص الستريبت خدناها في العمل ولا لا؟ قولوا لي اشهر اكتر طريقه بنحبها ناخد البص اسمها ايه؟ نيدل اسبيريشن. هتلاقوها موجوده في العمل. يبقى انا بدخل بابره في نص الابسس عشان اسحب البص من غير ما المس الفلورا اللي فيه. طيب خش بقى على المينينجو والستريبت نمونيا. قولوا لي مش المرض المشترك ما بينهم مينينجايتس ولا لا؟ قولوا لي بقى عينه المينينجايتس اللي هي سي اس مش خدناها في العمل؟ اه هفكرك بشويه حاجات وفي حاجات كتير. طبعا السي اس اف احنا بناخده بطريقه اسمها ايه؟ لمبر بانشر ميدل. بالظبط، حتى انا مفكرك بالابره. فاكرين احنا كنا بندخل بين 3 ال 3 و 4 او ال 4 و 5 حيث انتهى السبايدر كورد. السؤال بقى انت دخلت الابره ونزل لك سي اس اف. تبتدي بقى حاجه مهمه. احنا عندنا في الطب سببين كبار للمنينجايتس، يا اما بكتيريال منينجايتس يا اما فايرال منينجايتس. فانا مطلوب مني من شكل السي اس اف اعرف الراجل ده عنده بكتيريا ولا فيروس. ازاي بقى شكل السي اس اف ده يدل على ان دي بكتيريا؟ اول حاجه بتلاقي السي اس اف نازل تربت. هو ليه يا حبايبي بينزل تربت؟ من كتر البص نيوتروفيل. عارفين اي بكتيريا بيبقى فيه نيوتروفيل كتير. وتلاقيه نازل اندر تنشن. يعني ايه كلمه اندر تنشن؟ بالظبط اول ما تحط الابره تلاقي السي اس اف نزل مفور من كتر الباص كان مزنوق وانت اديت له فرصه انه ايه؟ ينزل. بعد كده لو قست البروتين في السي اس اف هتلاقيه كتير من كتر الانفلاميشن. مش هنا في انفلاميشن جامد ولا لا؟ ولو قست الجلوكوز هتلاقيه قليل. حد عارف ليه الجلوكوز قليل؟ الاورجانيزم استهلكه. بسم الله عليك. الخصائص دي الاقيها اعرف ان دي بكتيريا على طول. واحد يقول يا دكتور امال ايه خصائص الفيرال مينجايتس؟ هناخدها في البيولوجي. السي اس اف بيبقى كتير ومفيش لا باص ولا نيله والبروتين والجلوكوز بيبقوا تقريبا نورمال. لكن دي هي خصائص المنين. وعشان كده بصوا بقى انا جايب لك الصوره الحمراء اللي على اليمين دي اهم حاجه فيها البص الوايت بلاد سيل عشان تعرف ان البكتيريا المنينجايتس لازم يبقى فيها بص. فحضراتكم بالرصاص اعملوا قوس يضم نمبر اي واثنين ار اللي هي بتاع الترمت وانكريز وايت بلاد سيل. اعملوا قوس واكتبوا ايه؟ كاركترز كاركترز of CSF characters of CSF in any bacterial meningitis. Character of CSF in any bacterial meningitis. جميل. يلا كل بصير. خدنا CSF يعمل حاجة. هنعمل ايه بعد كده بقى؟ هنعمل له centrifugation. قولوا لي يا جماعة اللي فيكم يفتح ورق العمل ايه؟ كنا حاطين السي اس اف كان بليون في درس العينات، قلت لك اللي بيجمعهم انهم الاثنين بنعمل لهم سنتفيوجيشن، حتى كان الارتكل موجود سنتفيوج تيوب. فالسي اس اف لابد ان احنا نعمل له سنتفيوجيشن. حان الوقت نعرف يبقى كل المصير. انت لما بتعمل سنتفيوجيشن للسي اس اف بينقسم الى جزئين في الاول. جزء تحت اسمه ديبوزيت، ده بتدور فيه على الاورجانيزم. الاورجانيزم عشان تقيل فبيترص تحت. وفي جزء فوق
اسمه سوبر ميتانت. السوبر ميتانت ده بندور فيه على الانتيجين بتاع الاورجانيزم. واحد يقول يعني ايه انتيجين يا دكتور؟ يعني في اورجانيزم ميت فتحلل وطلع منه الانتيجين، طلع الكبسول، طلع السيلول، فالانتيجين ده بيبقى خفيف فيطلع لك في السوبر ميتانت، فتقدر تدور عليه في السوبر ميتانت. يبقى اكتبوا لي بقى لو سمحتوا، بص انتوا عندكم كلمه سيرتيفيكيشن، طلع سهمين من كلمه سيرتيفيكيشن بالرصاص. سهمين من سيرتيفيكيشن جاب الاسم. اول سهم اورجانيزم ان ديبوزيت، يعني انت بتدور على اورجانيزم في الديبوزيت. اورجانيزم ان ديبوزيت. السهم الثاني فري انتيجين، يعني انتجن من غير اورجانيزم، طالع من انت من اورجانيزم ميت. فري انتجن ان سوبر ميتانت. فري انتجن ان سوبر ميتانت. يبقى بصوا يا حبايبي بقى، دي قاعده مش هنكررها. لما ناخد بكتيريا بتعمل مننجايتس هتلاقيني كاتب لك عليها بقى المذكرات الجايه. اكزامن سي اس اف سي دي 4، يعني ترجع لي للصفحه دي وتشرح. طيب قولوا كده، خدنا العينه المشتركه بين الستريبت نموني وبين المينينجو. لكن فاكرين بقى، قولوا لي يا جماعه، هي مش النيومو كوكارتي اشهر مرض بتعمله نمونيا ولا لا؟ طبعا مش هي بتعمل اكيوت اوفر نمونيا؟ وقولوا لي لو العيان جالك بنمونيا بتاخد ايه؟ سبيوتر. يبقى هنلاقي العينه اللي تميزها عن الثانيه هي عينه السبيوتر في حاله نمونيا. جميل. نخش بقى على العينه الاخيره. الجونو كوكارتي. قولوا لي يا حبايبي احنا وبعدين بس لا يعني بس بص، لو انتوا فاكرين احنا كنا مقسمين حالات الجنوريه اهم حاجه ميل وفيميل، صح؟ كان في الصفحه الاولى. قولوا لي الميل العينه الرئيسيه بتبقى ايه؟ الشرج. مش كلمه سهلان، يعني هناك سين من الشرج، ففي الميل بناخد يوريثرا الشرج. حاجة تانية بقى ما قلناهاش قبل كده، الكتاب مش كاتبها الا في الدايكنوز. بصوا يا جماعة قولوا لي، حد فاكر لو العيان ما اتعالجش من اكيوت بتقلب ايه؟ اسندن اللي هي كول. فاكرين الاسندن دي ايه؟ بروستاتايتس وابيديمايتس. مش احنا قايلين الكلام ده يا جماعة؟ طب السؤال بقى، لو العيان قلب ببروستاتايتس وابيديمايتس، هل العينة هتبقى ديشارج؟ سين من الديشارج؟ لا. بصوا بقى، الشرج بيقل جدا فيصبح حاجه اسمها مورنينج دروبس. يعني ايه؟ ينزل اول ما يصحى من النوم الصبح ست سبع نقط بس، هما تحوشوا بالليل في اليوريثرا وهو نايم. بلاش غلاسه يا جماعه، الحصه دي مهمه مش عارف يعني. بص خلينا كويسين. فالمورنينج دروب دول هم دروبس بيتحوشوا في اليوريثرا وهو نايم وينزلوا اول ما يقوم الصبح. يبقى انا بقى في العمل او في الام سي كيو لازم اشوف هو كاتب لي اكيوت جونوريا ولا كرونيك جونوريا. لو لقيته كاتب لي كرونيك اللي هي الاسيندنج هتبقى العينه مورنينج دروب، لكن الاكيوت هتبقى بالشرط. خش على الفيميل. قولوا لي عادة الفيميل مش بتبقى اسيمبتوماتيك، فهنا تبقى عبيط لو قلت لي الشرج. امال انا بعمل ايه بقى؟ باخد سواب سيرفايكال سواب او يوريثرال سواب. سؤال اهبل، مش معنى ما خدتش فاجاينا سواب؟ عشان هي ما بتجيش في الفاجاينا افتر بيومرس، الله عليكم. فاوعى تختار في الاختيارات كلمه فاجاينا سواب يا خيري انت وهشام، ما تزعلنيش منكم. يبقى اكتب لي فوق كلمة سيرفايكال ويوريثرال سواب نوت فاجاينا. ما تختارش فاجاينا لان الاورجانيزم موجود في الفاجاينا اساسا. افتر بيور نوت فاجاينا. طيب اخر حاجة بقى، في عينات مشتركة بين الاثنين. قولوا لي يا حبايبي، لو انا الطفل او الست او الراجل عندهم كونجنكتيفايتس، يبقى الحل ده ناخد ايه؟ كونجنكتيفايتس. مش كان في مرض اسمه اوفسال ميانيو ناتورم، وكان في حاجه اسمها كونجنكتيفايتس اللي هي اوتو انفكشن، يبقى ساعتها العينه بتبقى ايه؟ سواب. ما تفرقش بين العام فيه. حاجه ثانيه كمان، فاكرين
مش كان بيحصل حاجه اسمها ديسيمينيت انفكشن اللي هو الاورجانيزم يدخل اطلاق كان بيعمل لي حاجه اسمها سيبتك طالع منها ثلاث اسهم ارثرايتس وسكين وشوك يبقى قولوا لي بقى لو العيان جاي لي بسيبتك ارثرايتس الحل الوحيد تعمل حاجه اسمها جوينت اسفايني تاخد شويه من الجوينت عارفين العينه دي مهمه جدا ليه يا جماعه الله ينور عليك يا عمر دي العينه الوحيده في الجونوكوكاي الاسترايل اللي ما فيهاش فلور قبل ما تكتبوا بس قولوا لي يا جماعه لو بصيتوا في العينات كلها كل العينات السابقه دي كونتامينيت فيها فلور لكن دي العينه الوحيده الاسترايل طب قول لي يا عمر دي تفرق معايا في الدايجنوزس لما هنيجي نزرع الكالتشر ميديا مش احنا بنحدد الكالتشر نختاره على حسب ايه على حسب العينه استرايل ولا كونتامينيتد فاكتبوا لي بقى بالرصاص كاتب كلمه جوينت اسفايمين ذا اونلي استرايل سبيسيمنت ذا اونلي استرايل سبيسيمنت ان جونو كوكا ذا اونلي استرايل سبيسيمنت ان جونو كوكا جميل. لا دي واحدة يا عمر. خلص بس الصفحة. فوق كده بقى قولوا لي يا حبيبي. خلصنا ايه? اللي هو ازاي تختار العينة according to the site of infection. طب قولوا لي بقى. فاكرين في الاسكيما. مش احنا عندنا لو الاورجانيزم عامل بكتيريميا بنعمل حاجة اسمها blood culture ولا لا? هل احنا شرحنا blood culture في العمل? وحنبقى في القلب بقى. طيب ومع هذا هنعيدها تاني لا البلاك كلتشر العادي لا لا كله مش شرط مشينا بدري كده وحضرتك يعني اللي مشوا بدري عشان الفارما انا قعدت معاك بس مش مركز في ان انا كنت عايز احضر الفارما وكنت قاعد عشان طيب حقك عليا يا عمر طب ممكن تجي لي ابص لك بس استسمح لك انك انت تسامحني لا لا بجد عشان ضمير ما يقلبنيش بقيه السنه بقول لك مش عارف ربي يا عمر اقعد ساكت هي عمرو وعمر حاجه واحده ما تستفزونيش ماشي طيب ماشي سامحتني يا عمر شكرا بص خلاص ما انا هعيدها تاني عشان حضرتك ما معنى كلمة خلاص يا احياء ما معنى كلمة بلاد كلتشر قولوا لي انا باخد من العيان 5 سي سي بلاد لا ده انا هقول لك ايه بقى ده في عنوان في الكالتشر اسمه سي سي جدا ماشي فساعتها هنقوم قياما واحنا بنقوم ماشي بس مش دي دي سمول يا حبيبي واخد بالك ده مناسب في الكيش ماشي لما نيجي للكابتن كلنا هنقوم ماشي شايفين يا جماعه امن الدوله اخترق الحرب السليمه ماشي انت من زمان ده لكم ده عشان فيه بس واضح يا جماعه ان احنا هنخلص على ليله الفجر النهارده واضح ماشي بص بص بناخد 5 مليليتر براد مفيهاش حاجه دي بص بناخد 5 مليليتر براد ونحط عليها 10 امثالها بلس 50 مليليتر براد لمدة 24 ساعة، فاكرين احنا خدنا الدروس في العملي اللي هو الشرب. الجدع يقول لك خلاص احنا ليه خففنا البلاط بتاع العيان في 50 مللي جرام؟ افكر معاك، قولوا لي احنا مش قلنا الاورجانيزم في البلاط بيبقى الانتي بودي راكب عليه وعامل له انهيبيشن ولا لا؟ اهو اكتر حته انت بتطلع فيها انتي بودي بلاط فلو انا خدت البلط وزرعته مباشره على الطبق الاورجانيزم مش هيطلع لان كل الاورجانيزمات انهبتت بالانتي بودي فاحنا بنعمل حاجه ظريفه قوي بقوم مخفف البلط 10 امثال في النص فساعتها الانتي بودي بتفك من الاورجانيزم يبقى انا لو سالتك انت ليه خففت البلط اكتبه مكتوبه في العمل والله العظيم طلعوا من كلمه بروس مش انت عندك مكتوب 50 سم بروس طلعها سهل من كلمة بروس واكتبه. تو دايليوت. لا مش عايز مية. تو دايليوت. ذا انهبيتوري افكت. تو دايليوت. ذا انهبيتوري افكت.
antibody. هقول تاني to dilute the inhibitory effect of antibody. وهتلاقوها مكتوبة في العملية يا جماعة في درس البلاد كالتشر. طب قولوا لي يا جماعة احنا اتفقنا هعمل بلاد كالتشر لما تكون العينة ايه بقى بلاد وفي بكتيريا. طب السؤال المهم يا جماعة هل الخمس اورجانيزمات دول بيعملوا بكتيريا؟ أي والله بصوا في الورق قولوا لي مش الستاف اوريوس عندها انفكشن اسمه ديب سيد الانفكشن اللي هو كان تحت اللوكالايز مش احنا قلنا الديب سيد الانفكشن ده ممكن يعمل بكتيريا ولا لا؟ طب الستريبت بايوجين بتعمل بكتيريا؟ مش في امراض اسمها انفيزيف؟ حد فاكر مين هما الانفيزيف؟ الاريسيبلوس والسيلولايتس والنيكروتايزنج فاشيايتس والتوكسيك شوك لايك سندروم. يبقى اذا اي مرض في دول يلا يا جماعه بصوا ما انا راجع اهو يبقى اي مرض في دول هيحصل بكتيريا. طب قولوا لي بقى هل النيومو والمينينجو بيعملوا بكتيريا؟ طبعا مش انا عشان اعمل مينينجايتس في اغلب الحالات لازم اعمل بكتيريا ولا لا؟ فاضل بقى الغلطه اللي عاملها الكتاب بس احنا هننصاع بيها. قولوا لي هي الجونو بتعمل بكتيريا؟ طبعا مش احنا عندنا حاجه اسمها ديسيمينيتد انفكشن انفيميل يا جماعه؟ ومع هذا هتبصوا بقى في الورق هتلاقوني واقف بالخط بتاع البلاد كالتشر والجونو كوكاري مش انكلودد لان الكتاب مش كاتبها ولا في السكاشن هيقول لك الجونو كوكاري ليها بلاد كالتشر لكن علميا هي لو عملت بكتيريا هتعمل بلاد كالتشر. طب ممكن تبصوا للصورتين اللي انا جايبهم قولوا لي الصورتين دول خفاهم ولا لا؟ هم دول الاساس بتاعت البلاد كالتشر. بصوا كده اللي على الشمال ده بروس واللي على اليمين حطيت على البروس الدم فاصبع عندي ازازه اسمها بلاد كالتشر. يعني انا جايب لك اصلا الطريقه عملتها ازاي. طيب يبقى قولوا لي بقى يا جماعه كده استعرضنا ايه؟ جميع العينات اللي موجوده في عيله الكوكب. طيب ارجعوا بقى للسكيما. السكيما الهاند رايتنج. عايز اعرف بقى العينه هعمل معاها ايه؟ خليكم مركزين ارجوكم يا جماعه، اللي تعبان ينام ما يتكلمش، وانا كمان تعبان. بصوا هاجي بقى من العينه اول خطوه اعمل حاجه اسمها دايركت فيلم استيند ويسكرين. عايز واحد ابن حلال يقول لي بقى احنا خدنا جرام ستيم في العمل هو الجرام ده انا بعمله في ديتكت ايه؟ المورفولوجي يا حبايبي مش احنا قلنا والله العظيم كل ده قلناه في العمل مش احنا قلنا كل بكتيريا ليها مورفولوجي مختلف عن الفيلم وبالتالي الفيلم بتاع الجرام ده ممكن يخليك تعرف بس تيجي بقى نتكلم بتفاصيل اكتر. هو انا يا دكتور في الامتحان ايه المطلوب مني اعلق عليه في المورفولوجي؟ كله باصص اول حاجه تقول لي الاورجانيزم ده كوكاي ولا باسيلاي. تاني حاجه تقول لي هو جرام بوزيتيف ولا جرام نيجاتيف. فاكرين الجرام بوزيتيف اللي هو كان بيبقى لونه ايه؟ ازرق او فايل. والجرام نيجاتيف اللي هو كان لونه ايه؟ بحر. بعد كده تقول لي الارينجمنت بتاع الاورجانيزم. يعني ايه الارينجمنت يا جماعه؟ هل بالظبط هل الاورجانيزم عامل جروب؟ عامل تشين؟ عامل اتنين؟ كل ده هنقول. واخر حاجه بقى لو الاورجانيزم عنده كبسول او سبور دول هم. يعني الاورجانيزم الكبسوليتد تقول لي ان في كبسول. الاورجانيزم اللي بيعمل سبور تقول لي انا شايف سبور. لكن افرض الاورجانيزم ما بيعملش لا كبسول ولا سبور مش لازم تجيب سيرتهم خالص. يبقى دول ما تجيبش سيرتهم الا لو الاورجانيزم بوزيتيف فيهم. لكن لو الاورجانيزم نيجاتيف فيهم طنشهم خالص. يبقى دي اسمها ايه؟ مورفولوجي. طب السؤال بقى ايه المورفولوجي اللي علينا في الكوكب؟ طلعوا لي بقى ايه الورق؟ سيبوا دلوقتي الهاند رايتنج. صفحه 25. وخلي بالكم يا جماعه كل دول سلايد علينا هوريهم لكم اخر السنه. فشوفوا انا جايب لكم الصور بتاعتهم بدري بدري عشان لما نيجي نشوفهم في المكرو في العملي ما تقرفونيش. بصوا لي بقى يا عبد الرحمن يا عمر. اول حاجه الستاف اوريوس الستاف اوريوس عباره عن ايه؟ جرام بوزيتيف كوكاي. وهتلاحظوا يا جماعه الالوان هنا مفيش حاجه عشوائيه. لما هتبقى جرام بوزيتيف هتلاقيني جايبها لك بالخط لازق ولو هي جرام نيجاتيف هتلاقيني عاملها لك بالخط الاحمر.
فاذا مفيش حاجه عشوائيه عشان اللي بيقولوا لي مفيش فوتو ميموري، واخدين بالكم؟ فكده بقى لو مفيش فوتو ميموري بعد الكلام ده اتحرق بجاز بقى. بص الاستاذ جرام بوزيتيف كوكام ارينجد ان جروبس بيبقوا عاملين بندل زي على ايد العنب. انتوا عارفين يا جماعه كلمه استاف يعني زي عجول العنب جريب لايك، وعشان كده حتى انا جايب لك صوره عنب اهو. طيب وبص بقى عنب يا عنب، ماشي ماشي، انا عايز نفس التعليقات الساميه. السؤال بقى بصوا في السلايد تحت كده، الجرام بوزيتيف كوكاي اللي هي السرقه الارينجد ان جروب موجوده بين البصل الاحمر ده كله هو البص، والسلايد ده بقى احنا هناخده في العملي هيبقى اسمه ستاف اوريوس امباس، عباره عن بص خلفيه حمراء وتلاقي كوكاي ان جروب زرقاء جوه. طيب خشوا لي بقى على الثانيه ستريبت بايوجين. اللي حد فاكر يعني ايه ستريبت كوكاي؟ سلسله كنا خدناها من ايام الانتيبيوتيك يا جماعه. فاكرين مش كان في حاجه اسمها ستريبتومايسيس ولط وايه ابو سلسله لطرش اللي هو ستريبتومايس؟ فهنا عباره عن ايه بقى؟ جرام بوزيتيف كوكاي ان تشين وبرده بتوين البصل، دايما الاحمر ده هو البصل. طيب نخش بقى على الاستريبت نموني. بص يا حبيبي النيوموكوكاي هي عباره عن جرام بوزيتيف ديبلوكوكاي. قولوا لي يا حبايبي هو يعني ايه ديبلو؟ ادينات. وبصوا بقى في حاجه فيري رير بتبقى موجوده بس الكتاب كاتبها، بيقول لك ايه؟ ساعات الجرام بوزيتيف ديبلوكوكاي دي ياخدوا حاجه اسمها لانسيوليت شيب. انتوا عارفين يا جماعه كلمه لانسيوليت يعني زي رأس الحربه او الرمح. انا جايبها لكم الصور، بصوا كده انت هتلاقي ايه؟ الابر بارت بتاع الاورجانيزم عامل حاجه مدببه كده كانه راس الرمح، واللي هو البارت هنا برضه، يعني دايما الاكستريم بتاع الكوكاي بتبقى عامله زي الرمح كده، فيقول لك لانسيوليت انشيب. طيب السؤال بقى قولوا لي هنا في كبسول ولا لا؟ طبعا ما هو الكتاب كاتب. هو احنا عارفين ازاي ان النيوموكوكاي فيها كبسول؟ بتعمل من انجايتس يا جدعان، حسبي الله ونعم الوكيل. مش هي والمننجو بيعملوا من انجايتس يا جماعه، يبقى اكيد فيهم كبسول ولا لا؟ طب قولوا لي هو الكبسول بياخد صبغه بالجرام ولا بيبقى انستين؟ وعشان كده بصوا في السلايد اللي تحت، السلايد ده خدناه قبل كده في الجنرال، الكبسول هتلاقوا الديبلوكوكاي وحواليها هاله بيضه، كل ديبلو حواليها هاله بيضه، ده اسمه هالو كبسول. طيب كله بص لي بقى كده خلصنا الجرام بوزيتيف كوكاي. فاكرين بقى المننجو والجونو دول نايسيريال، فاكرين النايسيريال كانت جرام ايه؟ نيجاتيف. فبدل ما هبقى كاتب لك بخط ازرق هيبقى بالاحمر، هما جرام نيجاتيف ديبلو كوكاي. بص بقى هنشرحهم مقارنة ببعض. أول حاجة برضه ساعات الدبلو يبقوا عاملين شكل اسمه كيدني شيب. اللي أنا جايبه لك ده دي دبلو متكبرة قوي بتاعت عيلة المايسين، ساعات يبقوا عاملين حاجة شبه الكيب. أهم حاجة بقى أنا بفرق إزاي بينهم في الكونفليكشن، يعني عندي عين البص أعرف إزاي دي جونو ولا منيجو. عندي حاجتين، أول حاجة أقولها لي أنتم من غير ما تبصوا في الوقت، الكبسول حسب الله مين فيهم الكبسولين؟ عشان هي بتعمل ايه؟ جايبس. طب هل الجون يا حبايبي كبسولين؟ طبعا. الفرق التاني بقى كله المصري، احنا دلوقتي هتلاقوا مفيش قلم احمر هنا. طب فينا هو خلص النظام النهارده؟ اه في واحد خلاص انت خليك. بص يا جماعه انتوا هتلاقوا ايه؟ بقول لك على المننجو ان المننجو كوكاي بتبقى ميلي انتراسيلر. بصوا لي بقى يعني ايه كلمه ميلي انتراسيلر؟ انت عندك كور الباص هي الكور الكبيره. دايما المننجو بيبقى الاورجانيزم جوه الباص،
ما تلاقيش اورجانيز بره البصل بيريود عكس الكون. الكون بيبقى ايه بقى؟ جزء منه انتراسيلولار يعني جزء جوه البص، وجزء اكستراسيلولار يعني الجزء الثاني بره البص. كله بصوا في الورق اقول لكم دي موجوده ازاي. بصوا يا جماعه في الكون وكوكب، شايفين الكوره دي هي البص، سواء الجزء الغامق اللي في النص او الجزء اللايت اللي حواليها. شايفين بقى يا جماعه كل الكوكار الصغيره جوه الكون، مفيش حاجه بره. عكس منين؟ الكون. بصوا الكون بقى اللي على يمينك، بصوا السهم الاسود اللي تحت، شايفين يا جماعه مش دول كون وكوكار بتوين البصل ولا لا؟ بره البص، فده اسمه اكسترا سيلي. وطبعا الدايره اللي تحتيها على طول هتلاقي شويه جوه البص، فدي اللي بقول لك عليها ايه؟ انتراسيلولار اند اكستراسيلولار. واحد يقول لك يا نهار اسود في امتحان اخر السنه هل هيبقى طالب مني افرق دي صعبه جدا؟ اقول لك لا، حاجه بسيطه. انت عارف اخر السنه بتعرف ازاي السلايد ده جون ولا بننجو؟ من الكيس اللي جايبها لك على السلايد. قول لو انا بقول لك ايه في العملي، ما هو العملي كله كيس برضه. العينه دي انا واخدها من واحد عنده ديسيوريا وبيرمينج ميكتويشن، تبقى دي جون على طول من غير ما ابص في السلايد حتى. العكس، جايب لك العينه دي بقول لك واحد عنده سيفير هيدك مع نيكروجينيك، تبقى دي منين يا جماعه؟ لكن مش هفتري عليك واقول لك تعرف جون ومنينجو من الانترا والاكسترا، ماشي؟ لكن تتسال بقى ايه الفروقات في المورفولوجي؟ احنا كده بحمد الله خلصنا المورفولوجي بتاع كل الكوكب. ارجعوا للسكيما لو سمحتوا. بصوا بقى الطريقه اللي بعد كده. الطريقه اللي بعد كده اعمل في العينه حاجه اسمها رابيد دايجنوستكس. بص يا حبيبي، يعني ايه؟ يعني ايه رابيد دايجنوستكس؟ طبعا بالعربي يعني تشخيص سريع. يعني اقول لك ببساطه، اسرع طريقه يا عمر يا زفت انك تعرف الاورجانيزم انك تدور في العينه على الانتيجين بتاع الاورجانيزم او التوكسين او الجين. واحد يقول يعني ايه مش فاهم؟ ما احنا هنعمل بالظبط دلوقتي كل مصير عصبي. يعني ايه تدور على الانتيجين بتاع الاورجانيزم؟ افرض يا حبايبي ان العيان ده سبيوطه من العينه، والعيان ده عنده نيوموكوكاي. قولوا لي مش النيوموكوكاي دي عندها كبسول ولا لا؟ فانا ادور على الكبسول. واحد يقول لي ادور على الكبسول ازاي؟ هقول لك حط من عندك انتي بودي ضد الكبسول. لو في كبسول تتفاعل معاه، تعمل حاجه اسمها انتيجين انتي بودي رياكشن، اللي هي الحصه الوحيده اللي فضلنا في العمل ان شاء الله. هناخد بالتفصيل الانتيجين انتي بودي رياكشن دي صورها ازاي. طريقه ثانيه، قولوا لي توكسين. قولوا لي يا حبايبي انا ممكن ادور في العينه على توكسين. اديكم مثلا، لو واحد جاله فود بويزنج من الاستاف، مش جسمه بيبقى فيه التوكسين بتاع الاستاف ولا لا؟ فتجيب العينه وتدور على التوكسين. قولوا لي تدور على التوكسين ازاي؟ نفس الحكايه، تحط من عندك انتي بودي ضد التوكسين. طيب تالت حاجه، جينوم. خدناها في البيولوجي، ازاي بندور على الجينوم؟ بي سي ار او حاجه اسمها بروب. حد فاكر بروب؟ اللي هو كومبلمنتري سيكونس، اصل شرحناها مليون مره في البيولوجي. يبقى الطريقه دي اسمها رابيد دايجنوستكس. عايزين بقى يا حبايبي يا موسى حبايبي الخير عليك ربنا ياخدك، نطبق الكلام ده على المذكرة. فطلعوا لي بقى الصفحة اللي هي 26. وصحصح يا جماعة، من هنا بقى بتبتدي العملية. يعني ايه عايز تركيز أكتر؟ بصوا، نخش الأول على الستاف أولز. هعمل لكم حاجة سهلة، قولوا لي مش احنا قلنا الرابيد دايجنوزز تدور على الأنتي أو التوكسين أو الجينوم؟ في الستاف اوريوس مفيش الا ديتكشن اوف توكسين، يعني ما عليكش ديتكشن اوف انتيجين ولا شيء. فاكتب على الخانه بتاعت الستاف اوريوس فوق خالص، اكتب ديتكشن اوف توكسين.
هثبت لكم دلوقتي ديتكشن اوف توكسين. ديتكشن اوف توكسين اون، ديتكشن اوف توكسين اون. قولوا لي يا جماعه بقى، هي الستاف اوبيوس بتعمل حاجه اسمها توكسين ميديت ديزيز؟ ثلاثه قولهم، فود بويزون وتوكسيك شوك سيندروم والاربعه اس. فاكرين الاربعه اس؟ في منهم اثنين عليك، اللي هو الفود بويزونينج والتوكسيك شوك سيندروم. قولوا لي يا جماعه، فاكرين التوكسيك شوك سيندروم ده بيجي للفيميل ولا لا اثناء المنستويشن؟ فانا جاي لي انا دكتور نس وجاي لي واحده هايبوتنسيف، في اسباب كتير، عايز اعرف كان عندها المرض ده ولا لا. اقول لك حاجه بسيطه، خد السيروم بتاعها ودور على التوكسيك اللي هو توكسيك شوك سيندروم. ازاي؟ لان انا بنحط انتي بودي. طب نوع الانتيجين انتي بودي رياكشن بقى اللي بشوفه اسمه ايه؟ الايزا. وهنشرح طبعا الايزا في العمل، وكل ما هيبقى في الايزا هتلاقي صوره بخالبه السكر لسه. بس الصوره ما احتاجش مشهد، فالصوره دي تعرفك ان التست ايه؟ الايزا. ومع هذا كل بص لي يعني اخويا انا كليب هبقول لك حاجه. هو انت راجل عم تعرف تكتب انت طبعا كليبات الموسيقيه يا حبيبي. لا يا اخي لسه في، لا لا بسلام عليك قوي. هجيب لك شويه، هجيب لك شويه. حرام عليك والله دكتور يوسف بيقول لك. طيب ما عليك. والنبي يا جماعه كده بقى هندخل في الحرمانيه زي ما قال الشيخ عمر لو سمحتوا. ما عليك سيبني بقى. طب انت اصلا خلاص اوكي، انا عارف والله انك مش عارف. انا بجيب لكم صوره خايفه بقى. لا دي في الكلام نيجاتيف لسه شويه، هكون الدور الثاني كده ان شاء الله. بص قولوا لي يا جماعه، ومع هذا تيجي في الجيم مسكت بقول لك ايه؟ لو جاي لك حاجه يقول لك انت عشان تدي العلاج بتاع المرض ده هل لازم تعمل لابوراتو دايجنوزس ولا لا؟ طبعا لا. بمعنى ايه؟ واحدة بتدخل في شوك يا جماعة، هل أنا قبل ما أديها العلاج لازم أعرف هي عندها إيه؟ طبعًا لأ. أنا عندي قاعدة بتقول إيه؟ جاي لي واحدة أثناء المنستويشن وظهر عليها الأعراض دي، هعاملها على إنها هذا المرض أنتيل بروف أذروايز. يعني أبتدي العلاج وبعد كده أبعت العينة. يعني هنا الدايجنوزيس إز ميلي كلينيكال، يعتمد على الكلينيكال بيتشر. ما بستناش لغايه اللابوراتوري ريزلت. اللي اتقل عليكم واقول لكم هو علاج الوليه بكام؟ اول حاجه العمر في ليول اخصى عليها. بنعالج التوكسيك شوك ازاي؟ والبيتا لاكتام وكليندامايسين. او احنا بندي كليندامايسين ليه؟ عشان نوقف البروتين سينس اللي هو التوكسين. طيب تاني حاجه، ازاي اشخص الفود بويزن؟ يعني الديتكشن اوف انتيو توكس. كل يبص لي بقى، اجيب لكم الصوره بتاعتي عشان لما هناخدها في العمل مش هشرحها تاني. عندنا تيست اسمه جيل ديفيوجن بريسيبيتيشن تيست. طب اشرحه في ثانيه هتعرف الاسم ده جاي منين. بصوا بقى بعمل ايه. هجيب من عندي طبق اسمه اجار جيل، اللي هو الطبق اللي عندكم ده. الطبق ده بحط فيه اللي هو جوه الشيل انتي توكسن ضد الاستاف. يبقى الطبق كله جوه الشيل ده فيه انتي توكسن ضد الاستاف. وبعد كده ضد الانتيو توكسن يعني بتاع الاستاف. الطبق ده بقى بيبقى محفور فيه حفر. الحفر دي اسمها ويلز. واحد يقول لي الحفر دي انت بتحط فيها ايه؟ العينات اللي انت بتدور فيها على التوكسين. قولوا لي بقى بالله عليكم، لو العينه دي فيها انتيو توكسين بتاع الاستاف، مش الانتيو توكسين هيطلع من الويل ولا لا؟ هيبقى ديفيوزد ويخش على الشيل، يقابل مين يا محترمين؟ يقابل الانتي توكسين بتاعته. يقوموا عاملين رياكشن مع بعض اسمه بريسيبيتيشن، اللي هي الدايره اللي حوالين الويل دي. يبقى انا لو لقيت دايره بريسيبيتيشن حوالين الويل اعرف ان هنا في الانتيو توكسين بتاع الاستاف. لو هنا ما فيش التوكسين مش هلاقي اي دايره حوالين الويل. يعني قولوا لي في الصوره اللي عندكم التلات عينات دول بوزيتيف ولا لا؟ بوزيتيف. ما انت حاطط في كل ويل عين لان في بريسيبيتيشن. هبليكوا بس حاجه بسيطه في الرصاص،
طلع لي سهم من الجل نفسه اللي هو الطبق نفسه بقى الحته الرمادي دي واكتب كونتين الطبق يا جماعه طلع لي سهم من الجل نفسه اللي هو الحته الرمادي اكتب كونتين انتي توكسين كونتين انتي توكسين اجينست ذا توكسين كونتين انتي توكسين اجينست ذا توكسين. طب سؤال يا جماعه انا ليه سميته جيل ديفيوجن بريسيبيتيشن؟ كلمه جيل جايه من ايه؟ الطبع نفسه اسمه اجل جيل كلمه ديفيوجن لان التوكسين بيبقى ديفيوز. كلمه بريسيبيتيشن الانتيجين انتي بودي رياكشن اسمه بريسيبيتيشن. يبقى تاني بقى لما اجي اعمل رابيد دايجنوزس في الاستاف بدور على ايه يا حلوين؟ هو توكسين بس. كام توكسين بدور عليهم؟ اثنين على حسب الحال. مين هما الاثنين؟ توكسيك شوك سيندروم توكسين ده بتدور عليه في انهي تيست؟ الايزا. والتوكسين الثاني الانتيو بتاع الفود بويزن بتدور عليه ازاي؟ بالشيل ديفيوجن بريسيبيتيشن. ايوه يا عمر كان عندك سؤال. خلاص؟ طيب اوكي بص خش بقى على كل بص على الستريبت بايوجي. بص يا حبيبي الستريبت بايوجي هندور على الانتيجين وندور على الجين يعني ما فيهاش ديتكشن اوف توكسين. نفس الحكايه بدور على الانتيجين ازاي؟ بحط انتيبودي والانتيجين انتيبودي رياكشن اسمه ايلايزا. بس في حاجه كده عايزكم تفصلوها مكتوب احنا بنعمل ديتكشن لستريبتوكوكس ايه انتيجين. اسم الله عليكم مش عمكم لانسفيلد كان مقسم الستريبت الى جروبس فروم اي تو يو؟ قولوا لي الستريبت بايوجين تبع اي جروب؟ جروب اي. فاحنا لو عايزين نتاكد الستريبت بايوجين ولا لا بحط انتي بودي ضد جروب اي. بحط انتي بودي ضد جروب اي. طيب تاني حاجه بعمل ديتكشن للجينوم. مش هقول لك كل شويه بقى جينوم يعني ايه من غير ما تفكر بي سي ار والجروب كامل. دي بقى الحته المهمه. لو انا عندي مننجايتس قولوا لي يا حبايبي مش احنا العينه بتبقى سي اس اف ولا لا؟ وقلنا عملنا سنتيفيكيشن عشان ندور على الانتيجين فين؟ في السوبر ليد. جميل. تاني حاجه هو اهم انتيجين بيبقى موجود في حاله المننجايتس هو ايه؟ الكبسول. اسم الله عليك. فاحنا قاعده من غير ما نحفظ مادام ده مننجايتس يبقى انا هدور في السي اس اف على الكبسول بان انا بحط انتي بودي ضد الكبسول. طيب لما ناخد في العمل ان شاء الله بقى هنعرف ايه؟ لما بتدور على الكبسول في السي اس اف بعمل رياكشن اسمه اجلوتينيشن تيست. هنعرف يعني اجلوتينيشن في العمل. يبقى اي تيست كبسولار ديتكشن في السي اس اف بعمل حاجه اسمها ايه؟ اجلوتينيشن. بس بقى بيبقى في حاجه بتساعد الاجلوتينيشن ده يا اما حاجه اسمها لاتكس يا اما حاجه اسمها ستاف. طبعا هنمشيها نحفظها كده مؤقتا لغايه ما ناخدها مع العمل. بس في حاجه مهمه مين التيست المشترك بين النيو والمننجو؟ اللاتكس. بينما بتاع الستاف في مين بس؟ في المننجو. واحد يقول طب وايه المهم في كده؟ اقول لك بقى اخر السنه جالي دايجنوزس لحاله مننجايتس ومش فاكر شكل الصفحه. هتحط التيست اللي اسمه لاتكس اجلوتينيشن ده ستاندرد فيهم كلهم. يبقى اي كبسول بيعمل لي مننجايتس ستاندرد تيست تقول له من غير ما تفكر لاتكس اجلوتينيشن. لكن ما تقولش بتاع الستاف لانه مش في كله. يبقى اكتب لي جنب كلمه لاتكس اجلوتينيشن common in all meningitis. common in all meningitis. وانا لسه ما شرحتوش. طيب بصوا بقى عايز افكرك بكلمه لاتكس. فهتلاقي كل ما اقول لك كلمه لاتكس تلاقي ساعه. ايه علاقه الساعه؟ مش لاتكس دي فيها كلمه ليت يعني واحد متاخر.
بصوا العلم بيتقدم ولسه هتشوفوا دلوقتي. بس وليد بيقول بقى مش رب المذكره الجديده لسه بعملها تحبه لا قطر يا دكتور نعم اعتقد فاي قله ادب وقله قيمه هتلاقوا الصور قلت لهم ماشي انا بقول لكم دايما التست بتاع ناتكس هتلاقي فيه ساعه يعني لا وتلاقي ايه الساعه اللي جايبها لك ملفينه 12 11 قبل 12 ولا انتوا فاهمين اي حاجه يعني حاجه متنيله بايظه يا دكتور ساعه يعني من بلاد بره يعني عايز يا زفر انا عايز انه اه طيب يا واحدة يا مريم بس اخلص خلاص يا جماعة قولوا لي الادب روحنا بس احنا بس عم قولي طب بص اه انت لو عايز يعني تزود حاجة شفرة ولا حاجة من عندك يبقى لو طلعت حاجة هتبقى دي خمسة بص دلوقتي يا جماعة كده مش هنخلص السؤال خلصنا ازاي ادور على الكبسول في السي اس اف جميل نيجي بقى لحاجة تانية قولوا لي يا جماعة هي مش النيوكوكار بتعمل نمونيا صح ولا مش صح؟ واحنا قلنا عشان كده ليها عينة اسمها سبيوتو طب السؤال بقى لو حبيت ادور على الكبسول في السبيوتو هل برضو بنعمل حاجة اسمها لاتكس اجلوتينيشن؟ لا اه بنعمل اختبار اسمه كابسولار سويد كنا حاطين عليه انتروجيشن مارك الحلقات الماضية هناخد دلوقتي يعني ايه كابسولار سويد الاول التست ده اسمه تاني ساعات اقول عليه كيلونج كيلونج دي مش اسم العالم كيلونج دي يعني كلمة السويلينج باللغة الألمانية ايش لبادش الله حسن يبقى اكتشف الاختبار ده كان واحد قاله ألماني قال لك انا شفت السويلينج فالسويلينج بالألماني يعني كيلو ماشي فكيلونج دي يعني سويلينج مش اسم العالم طب السؤال ده عبد الرحمن اقعد ورا خالص اقعد ورا خالص عبد الرحمن ورا خالص مش هتشوف يبقى حسس اقعد ورا خالص اقعد ورا خالص لا اقعد ورا شوية عقاب كده نص ساعة ورجعك تاني على كده نطول ارجع مش ازاي يعني شايف اطلع من الارض على الكرسي مش مشكلة ارجع اقعد ورا خالص اقع الشفاط عايزك فوق اه الريشة اليمين بتاعت الشفاط بص وطري حتى دلوقتي خلاص ايه بقى الكبسولة السويلينج ده قولولي انا عندي سبيوتا بصوا يا جماعة النهاردة انا هاخد قرار هل حد مع الفرقة ده لان انا 90% هنفصل عن الفرقة بمواعيد مختلفة يا دكتور عايز اخد على بس يا دكتور لان اللي انا بشوفه في الحصه كده ما ينفعش كلكم بتبقوا مركزين في الفرقه وتيجي هنا بقى يا تلعب يا تتدلع يا تتكلم يا تنام فما ينفعنيش كده انا بكلمك بجد والله يا جماعه انا مش بهزر الكلام ده في مدينه نصر او في ايه او في الصحفي لكن اللي بيحصل ده مش معقول ناخد في الحصه وقت اكبر ونقعد نعيد وناس بتتكلم وكده لا مش معقول فما تخلينيش انفذ اللي في دماغي انا هاخد تجربه الاسبوع ده بس لكن بعد كده هيبقى منتهي الموضوع بص نص الحصه بسكتكم والنص التاني بعد صحيح دلوقتي الكبسول السويلنج عباره عن بجيب السلايد واحط عليه السبيوتا طبعا انا بدور على الديبلو مش اليوم كوكاي بتبقى ديبلو وحواليها كبسول بس انا مش شايف الكلام ده اعمل ايه؟
احط انتيبودي ضد الكبسول بتاع النيوم. لو ده كبسول بتاع النيوم الانتيبودي ده اتحد مع الكبسول فالكبسول حجمه يكبر يحصل حاجه اسمها سويك وبنسمي الرياكشن ده بايدو بريسيبيتيشن فبنقول عليه سلايد بريسيبيتيشن يعني بريسيبيتيشن تم مع السلايد كل يبص على الصوره اللي تحت لو سمحت انا جايب لك النيجاتيف والبوزيتيف على الشمال ده النيجاتيف الاورجانيزم ده مش نيومو كوكار فما حصلش الكبسول سويلينج مع الانتيبودي الحته اللي على اليمين بقى ده الكبسول بتاع النيوم فتلاقوا الكبسول اللي هو الحته الهالو اللي بتلمع دي تلاقيه حجمها ايه كبر فده يبقى اسمه كبسول سويلينج يبقى ممكن انتوا باصين في الورقه بقى قولوا لي لو جيت اقول لك شخص لي رابيد دايجنوزس للنيوموكوكار هستعمل ايه؟ طبعا لاتكس ده اكيد واحد وايه تاني؟ وكابسولار سويلنج من الاسبوع اعمل ونسيت طبعا بص من كتر الانتربشن طبعا في جينوم بي سي ار ما هو ده رابيد في الاثنين اتفرج عليه هطل ما هو ده هطل قولوا لي طب لو جبت لك دايجنوزس اوف مينينجو CSOF تعمل لاتكس تعمل ايه كمان؟ استافكوايبيوتي وتدور على الجين هل هنا في سبيوتو؟ طبعا ما فيش لانها ما بتعملش طيب اخر رابيد دايجنوزز بقى هناخده بتاع الجون ده سهل قوي برضو انتيجين وجين اول حاجه الانتيجين بندور على حاجه اسمها او ام بي ويعني ايه اول اوتر ميمبرين بروتين ده كان احد الانتيجين موجوده في الجون ولا لا؟ طيب بندور عليها ازاي بقى؟ قولوا لي الصوره اللي انتم شايفينها دي خدناها في العمل؟ بالظبط دي صوره الفلوريسنت مايكروسكوب واللي اللي متلون ده هو لما حصل انتيجين انتي بودي رياكشن اللي احنا سميناه دي اي اف اللي هو دايركت اميونوفلويد وهنرجع نشرحه تاني في الانتيجين انتي بودي رياكشن ده نوع من الانتي بودي رياكشن يشبه الليزر فانت بتجيب على العينه انتي بودي بتنور وتحطها على العينه لو لقيت الانتيجين بتاعها يعملوا لك الضوء اللي انت شايفه ده المنظر اللي انت شايفه ده بتشوفه بالفلوريسنت مايكروسكوب تاني حاجه بقى برضه جينو بي سي ار وبروب يبقى احنا كده خلصنا الرابيد دايجنوزس بتاع وما خرجناش عن الاتي يا توكسن يا انتيجين يا شيء دكتور حضرتك مش مواطن كل الاوتر من برين بروتين هتقول عليها حاجه ما تذكرش الخطه بتاع الجود يعني حاجه ثانيه ايوه يا عمر يعني بص دي حاجات تكنيكال احفظها وخلاص يعني دي حاجات في المعنى مش علميه ما عليكوش شريف بيقول لي حاجه كويسه هو دكتور في الستريبت فايوشين هي بتعمل توكسين ميديتد ديزيز مش انت عندك حاجه اسمها سكارلت فيفر ليه ما دورش مش عليكم يعني هي كل حاجه فيها بس احنا بنقول اللي عليكم في المنهج بس سواء عملي او بس طيب بصوا بقى نبتدي بقى اهم خطوتين في الدايجنوز ارجعوا للسكيما تاني لو سمحتوا اللي انا عملته ده اسمه رابيد دايجنوز ده جميل جدا عارفين عيبه ايه الوحيد يا جماعه؟ تخيل اكسبنسيف يعني ده مش موجود الا في المعامل الكبيره وحتى مش كل اللي بيروح المعامل الكبيره بنعمله انا هقول للعيان عايز تشخيص سريع وادفعك مثلا 200 300 جنيه ولا لا طبعا في عيانين بيقولوا لي لا اعمل لي التشخيص البطيء فلو انا بقى عايز استرخص لا ما تبصلوش ما تبصلوش هو عشان متداري في اللي قدامه فاكر ان انا مش شايفه عايز يا جماعه ماشي مش حاجه خالص بس انت هتخش على ايزوليشن ترجعوا بقى للهم
الهاند رايتنج جامد. لو انا بقى عايز استرخص ومش محتاج صلحة، هناخد الطريقه اللي خدناها في العمل. هقول لك والله ازرع العينه على كالتشر ميديا. قولوا لي يا جماعه، هو احنا بنزرع الكالتشر ميديا ليه فاكرين؟ عشان الاورجانيزم يكتر يعمل لي حاجه اسمها كولوني، صح ولا مش صح؟ واخد الكولوني دي واعمل لها حاجه اسمها ايدنتيفيكيشن. فيبقى الطريقه المور كومن واللي ما تكلفش العيان كتير انك تزرع على طبق يطلع لك كولوني، تقوم واخد الكولوني دي وتشوف دي انهي اورجانيزم. بصوا بقى اول قاعده، لما تيجي تتكلم على الايزوليشن في حاجتين اتنين بتتكلم عليهم، حاجه اسمها كالتشر كونديشن اللي اختصارها 2 سي كابتن، وحاجه اسمها كالتشر ميديا اللي هو الطبق اللي هتزرعه. والحاجتين خدناهم في العملي وهفكركم دلوقتي. قولوا لي يا جماعه، تعرفين يعني ايه كالتشر كونديشن؟ يعني احتياجات الاورجانيزم من الاكسجين والسي او 2 والتمبريتشر. ما خلي بالكم، انت مش هتزرع على الطبق وخلاص، لازم الطبق ده تحطه في انفايرومنتال كونديشن مناسبه. فكروني بقى من النظري، احنا كنا مش مقسمين البكتيريا على حسب احتياجاتها من الاكسجين بخمسه جروب ولا لا؟ انا هنا بقى بقول لك الثلاثه مور كومن. الاورجانيزم ده يا اما ايروب يعني محتاج اكسجين، يا اما انيروب يعني تمنع عنه الاكسجين، يا اما فاكولتيتيف. فاكرين يعني ايه فاكولتيتيف؟ في وجود او عدم وجود الاكسجين. طبعا راح يقول لك دكتور والبوست كومن بيبقوا ايه فاكرين؟ الفاكولتيتيف. لا البوست كومن فاكولتيتيف، هتلاقيها كاتبين الكلام ده في النظر. طيب بعد كده تعالى للسي او 2. لو انتوا فاكرين من الجنرال، معظم البكتيريا لا تحتاج لسي او 2 اضافي، بكتفي بالسي او 2 اللي في الجو. فاكرين اللي في الجو ده الكونسنتريشن بتاعته كام؟ 0.05%. وقل منه محتاج انك ترفع تركيز الكربون دايوكسيد توصله ل 5 ل 10%، بس دول خدمه. لكن المعظم مش محتاج اي اضافه سي او 2، يكتفي بالسي او 2 اللي في الجو. تاني حاجه الاوبتيمم تمبرتشر. قولوا لي يا جماعه كلهم الاوبتيمم كام؟ 37. مش هي دي حراره الجسم ولا لا؟ فلما تيجي تزرع الطبق بره الجسم بتزرعه في درجه حراره 37. يبقى هي دي الكالتشر كونديشن اللي هنتكلم عليها. تعالى لي بقى الكالتشر ميديا. اظن احنا خدنا مذكره في العملي اسمها كالتشر ميديا. لو انتوا فاكرين احنا كان عندنا 8 انواع من الكالتشر ميديا. طبعا في الاسكيما مش هنقولهم كلهم، احنا هنقول اكتر 3 انواع استخدام. قولوا لي، اول نوع كان اسمه اوردينري او بيزك ميديا، اللي هو اشهر اكزامبل النيوترن تاجار. قولوا لي فاكرين يعني ايه بيزك او اوردينري؟ اللي هو بيحتوي على الحد الادنى من الاكل، وعشان كده فاكرين مش كل البكتيريا بتطلع عليه، فبالتالي بضطر استخدم اللي اسمه انريتشد. حد فاكر انريتشد يعني ايه؟ اللي بيحتوي على بلاد او سيرم او اج، اللي هو كان اشهرهم البلاد اجار. بس على شرط عشان تزرع على انريتشد لازم تبقى العينه استرايل. حد فاكر يعني ايه استرايل؟ ما فيهاش فلور زي السي اس اف زي البلاد. لان لو العينه فيها فلورا كل الفلورا هتطلع. امال قولوا لي بقى، لو العينه كنت يعني فيها فلورا بنزرع على ميديا ايه؟ سيلكتف. حد فاكر السيلكتف يا جماعه؟ اللي هو بحط فيه سيلكتف سبستانس تو انهبت الفلورا زي الاستور والكلام. وفاكرين اشهر سيلكتف ماكونكي. يبقى لما اجي ازرع مش هطلع بره الحاجات دي، دول التلاتة مركب. طبعا بقى هناك انواع اخرى من الكالتشر ميديا، بس دي مش استخدامها في كل اوبريس. هتسيبوا بقى الاسكيما وتطلعوا لي نطبق كل اللي في الكالتشر كانوا موجودين. صحصحوا لي بقى عشان نخلصهم بسرعه. صفحه 17. كل بصوا دول اكسبنسيف. هنبتدي دلوقتي ده بس نعمل ايزوليشن.
ها قولوا لي اول ايتم في الايزوليشن اسمه ايه؟ كالتشر كونديشن. في تجميعه عبيطه قوي، بصوا لي كده. لما تبقى جرام بوزيتيف كوكاي هيبقى كله فاكولتيتيف انيمال. لو بصيتوا في الورق مش الاستاف والاستريب دول جرام بوزيتيف كوكاي؟ فهتلاقيهم فاكولتيتيف انيمال. فاكتب فوق كلمه فاكولتيتيف انيمال اول جرام بوزيتيف كوكاي. كل ما تحط قواعد كل ما الحفظ يبقى اسهل. اول جرام بوزيتيف كوكاي بيبقوا فاكولتيتيف. العكس بقى قولوا لي الجونو والمننجو مش دول جرام نيجاتيف ولا لا؟ فدول هيبقوا ايروب بس. ده مش كده وبس بقى، خد عندك حاجتين كمان. محتاجين 5-10% CO2. مش كده وبس، عشان الكولوني تطلع ساعات بستنى 48 ساعة، يعني هم سلو في الجروس. قولوا لي يا جماعة، فاكرين الوقت المتوسط ان الكولوني تطلع فيه كان كام؟ 24 ساعة، ده في العمل. يبقى عادة الكولوني تطلع بعد 24 ساعة. لكن العيلة دي اللي هي مارسيليا جرام نيجاتيف بيطلعوا بعد ممكن 48 ساعة. جميل. تعالوا بقى، كالتشر ميديا. ها قولوا لي اول كالتشر ميديا هو ايه؟ الاوديناري. مين كان الاوديناري او البيزك؟ نيوتران تاجر. اللي انا ليه كاتب لكم نيوتران تاجر باللون الاصفر؟ عشان هو اصفر. خلي بالكوا يا جماعه الالوان دي مش محطوطه اعتباطا. اخر مره هقول انا بكتب لك الحاجه باللون بتاعها. فاذا النيوتران تاجر دي طبعا اصفر. السؤال بقى، عارفين مين الوحيد اللي بيطلع النيوترون تأجار فيهم كلهم؟ الستاف اوريوس. الله ينور عليك. فاكرين احنا اوريوس كنا مسمينها اوريوس ليه؟ جايه من دهب اور، عشان بتطلع جولدن يالو اندو بيجمنت. بصوا الطبق اللي عندك، ادي طبق اصفر وادي اندو بيجمنت لونها اصفر دهب. قولوا لي يا جماعه لون الطبق اتغير ولا فضل زي ما هو؟ غير. هو مش اللون الاصلي كان اصفر؟ الطبق اصفر. امال مين اللي بيتلون؟ الاورجانيزم. مش احنا عندنا حاجه اسمها اندو اكسو بيجمنت؟ اللي بيلون هو الاكسو بيجمنت. فالاندو بيجمنت لما ترجعوا في العملي هتلاقوا ان لون الطبق الاصلي ما بيتغيرش. طيب الباقيين ما الباقيين ما بيطلعوش على الطبق. يبقى في الام سي كيو عمر حتى لو بتشرح له بطل كلام لان انا زهقت. يبقى في الام سي كيو جايب لك اي اورجانيزم من عيله الكوكار غير الاستاف وبقول لك اختار الاطباق اللي بيطلع عليه. محدش بيطلع عليه الا الاستاف. الباقيين محدش بيطلع. طيب نخش بقى النوع التاني من الميديا انريتشد. ها فاكرين اشهر طبق انريتشد هو مين؟ بلاد اجار. مش بلاد اجار لونه احمر ولا لا؟ طيب شبه بالخط بقى. السؤال بقى، لما تقول لي بيطلع على بلاد اجار لازم تحدد لي نوع الهيموليز. هل بيعمل بيتا او الفا او نو؟ قولوا لي بقى كاننا بنراجع. الاستاف اوريوس والاستريبت بايوجين مش كانوا بيعملوا بيتا ولا لا؟ اشمعنى؟ بيطلعوا هيمورايسن. مش احد فاهم؟ مفيش ولا حد فاهم ولا حد قادر يركب. يبقى الاثنين بيطلعوا هيمورايسن، عشان كده هتلاقي طبق البلاد متاكد هو ده منظر البيتا. طيب السؤال ده، الاستريبت نموني اللي هي النيوموكوكار مش كانت بتعمل الفا او بارشال هيموليسيس ولا لا؟ وفاكرين الالفا او البارشال مش بيبقى لونه اخضر ولا لا؟ فعندك الطبق، بس خلي بالكم الطبق ده ما بينزلش سبوتنج. هو اللي بينزل سبوتنج بيتا ونو هيموليسيس.
لكن طبعا لازم تبقى عارف المنيو وتعمل حاجه بقى مهمه قوي. بص خيري ارجع ورا خالص، احمد خيري والله بتحب والله. طب ارجع ورا برضه شوف، بس مش ورا جنب عبد الرحمن، ورا خالص. لا مستنيك مش مهم يا جماعه، ما وراناش حاجه طبعا خالص. تحس احنا بنتشارك بسريع وكلنا متابعين، فمش مهم العطر. ماشي بص، في بقى شكل مميز جدا للكولوني بتاعه الاستريبت نموني على الطبق اسمه درافت مان ابيرز، وده مرتبط بتوكسين كانت بتطلعه اسمه اوتولايسن. حد فاكر الاوتولايسن؟ اللي هو بتنتحر بيه. قول له يبص لي بقى، الحته دي مهمه جدا في العمل. بص ادي طبق البلاطه، ادي الكولوني بتاعه النيوم. بص بعد 24 ساعه بيطلع الاورجانيزم يبقى عادي خالص، مفيش اي شكل غير حكايه الالفا هيلز. افرض بقى عملت ايه؟ قعدت الطبق ده 48 ساعه. قولوا لي بقى، مش جزء من النيوم كوكار هيكبروا في السن ومش هيعرفوا ينقسموا؟ وفاكرين اللي بيكبر وما بيعرفش ينقسم مش بينتحر بيطلع اوتولايسن ولا لا؟ شوف الكلام ده على الكولوني ازاي بقى. دايما الاورجانيزم الاكبر عمرا بيبقوا في وسط الكولوني، فتلاقي اللي في وسط الكولوني انتحروا فحصل سنترال ديبريشن. يبلك الكولوني زي قشاط الطاوله. عارفين يا جماعه لعبه الطاوله فيها قشاط، القشاط بيبقى مدور وفي سنترال ديبريشن. الصوره اللي تحت خالص دي اقرب صوره لشكل الكولوني، ده اسمه درافت مان ابيرز. وسبب الدرافت مان ده هو الاوتولايسن. بطل كلام يا دكتور. سبب الدرافت مان ده هو الاوتولايسيس. يبقى مكتوب عندك ديو تو ايه؟ اوتولايسيس. مين اللي عمل اوتولايسيس؟ اوتولايسيس. زوده بالرصاص اوتولايسيس. بس بص بقى الخدعة اللي بيجيبها لك، قولوا لي الشكل ده يبان بعد 24 ساعة ولا 48 ساعة؟ يعني لازم تلاقي كلمة اف ام سي كيو، برولونجد انكيوبيشن. فطلعوا سهم من كلمة درافت مان واكتبوا افطر prolonged incubation. كلمة prolonged incubation يعني أكتر من 24 hours. لقيت كلمة 24 hour، اوعى تختار درافت مان، اختار ألفا هيبوزس بس. لقيت أصلا بقى مناسب، لقيت 24 ساعة مش أكتر، يبقى هتختار درافت مان. لقيت 48 ساعة فما فوق يبقى عكس. طب اديكوا فاهمين ماشي. بس اكتر من 48 لحد 48 اللي هو البرونج الكوميشن اللي اكتر من 48 او يبقى 24. اقل لازم يكون اكتر من 24 لغايه 48. لو اقل من 24 ما يكونش درافت مان. لا لا هي مش حكايه، لازم ده يظهر حتى لو 24. ايوه لو قعدت لغايه 48 مش هتزعلوا منك. عارف المشكله في التركيز يا دكتور؟ ما احنا بنحضر سكاشن. المشكله في التركيز. انتوا بيبان لكم ان المادة رهيبة بينما هي اسهل مما تتخيلوا. هي طبعا مش سهلة قوي، بس كون انكم بتبقوا تعبانين وبتاخدوا الحصة دائما وانتوا تعبانين هي دي الكارثة. وعايزكم تقارنوا لما تاخد مايكرو قبل الفارما ولو انت بتاخد مايكرو بعد الفارما. خلاص مش طيب، لو سمحتوا نكمل الحصة. طب ايه الحل طيب؟ نكمل الحصة لغاية ما نشوف هنعمل ايه. الحياه من اخر مره يا جماعه ما حدش يتكلم بصفه مستمره. مش معقول نطق يا جماعه، مش معقول في الترم التاني بعد ما خلاص يعني العمليه بقت سهله نطق. مش كده؟ مش معقول نطق. صح صح نطق بارد يا جماعه.
بعد كده بقى بص عينة النيسيريا ما بتطلعش على الشوكولاتة على البلاطر عشان كده مكتوب نوكروس يبقى ممكن نراجع تاني بقى حتى من كتر الانتروكشن الواحد بيفقد تركيزه اساسا ولا ببقى عايز اقول لكم حاجات معلقة وبنساها بصوا في الارض يبقى اول انريتشن اللي هو بلاد اجار اللي بيطلع عليه هو اللي ستاف والستريك انت بس هي ما بتطلعش اللي ستاف اوريس والستريك بانجين تعمل بيتا اللي ستريك تلوني تعمل ارض ولو قعدت بكله لاكثر من 24 ساعة تعمل لك حاجة اسمها درافت بانك طيب خشولي بقى على عند المايسيريا طب ده ما بيطلعوش على طبق البلاد هيطلع على ايه؟ شوكولات اجار وصلنا فاكرين اللي الشوكولات اللي هو بلاد اجار وسخناه السؤال بقى امتى الجا اللي الشوكولات لازم العينه تبقى سترايل قولوا لي هو المنينجو كوكاي ايه العينه الاسترايل اللي فيها سيل سيلف طبعا يبقى لو حالك منينجايتس ازرع بكل راحه على الشوكولات طب الكون جوينت اصفر يعني بص لما بقول لك الكونو بتقطع على ايه؟ شوف الاول العينة ايه؟ لو اي عينة تانية غير جوينت اصفيرين اوعى تختار شوكولاتة. يبقى هو بيضحك. يبقى هنا جوينت اصفيرين. ايه اللي وصل؟ معلش كده واحدة، خلص الميديا كله. نيجي بقى النوع الثالث من الكالتشر ميديا. اسمه سيلكتيف ميديا طبعا بص كل البكتيريا ليها سيلكتيف ميديا بس لما تلاقيني مطنشه يبقى الكتاب مش كده فهتلاحظوا ايه بقى اللي ليهم سيلكتيف ميديا هم عيله النيسيريا اللي على الشمال والستاف اوريوس بس مش معنى كده ان الاثنين اللي في الوسط ما لهمش ليهم بس مش عارف ابتدي سوري اللي عليهم بصوا بقى قولوا لي ابتدي بعيله النيسيريا. احنا قلنا الصفحه اللي فاتت لو العينه استراي ازرع على شوكولاته. طب لو العينه فيها فلور فاكرين؟ اقول حاجه بسيطه حط على الشوكولاته انتي بايوتيك فيطلع لك ميديا اسمه موديفايد ساير مالت. هتلاقوه خدناه في العين. يبقى الموديفايد ساير مارتن ده عباره عن شوكولات اجار بلس انتيبيوتيك. طب قولوا لي يا جماعه لازم العينه تكون ايه؟ كونتامينيتد. طب قولوا لي الجونو عينتها كونتامينيتد؟ الجونو طبعا مش الديشارج كونتامينيتد والسواب احنا قلنا الوحيده كانت شاين اصفر. طب المنينج في عينه في كونتامينيتد؟ مش حكايه سي اس اف لو انت بتاخد حاجه اسمها نيزوفارينجيال سواب. فاكرين من العمل؟ الله ينور عليك. النيزوفارينجيال سواب ده بشخص بيه الكارير. قولوا لي امبارح لما خدنا المننجي اثناء الاوبئه نسبه الكارير بتصل اللي كان 90% وقلنا لازم نشخصهم عشان نعالجهم ولا لا؟ طب انا عايز اشخص الكارير، ايه العينه اللي اخدها منه؟ مش هاخد سي اس اف ده مش مريض، هاخد نيزوفارينجيال سواب. فاكتبوا على النيزوفارينجيال سواب دي تو دايجنوز كارير. ده مريض. وهتلاقوه في العمل، كل اللي احنا خدناه في العمل. على النيزوفارينجيال سواب تو دايجنوز كارير. طيب خشوني بقى على الستاف اويلز. بصوا يا جماعه دايجنوز كارير على النيزوفارينجيال سواب. السيلكتيف بتاع الستاف اوريوس اسمه مانيتون سولت اجار. بصوا يا جماعه طبعا مش هناخده في العمل ده مش عليك عمل عليك نظري بس. هذا الميديا اكسبنسيف جدا. فانا لا الجا له الا في حاله واحده الا وهي بشخص حاجه اسمها نيزل كارير. حد فاكر ان نزل كارير ده بيأذيني في ايه؟ فود بويزن. الله يبقى انا لما بعمل كشف دوري على الطباخين وبتوع الدليفري
عايز اعرف النوز بتاعتهم فيها استفو يا صلي. لا باخد اسواق وازيحها على الميديا الغالية اللي اسمه مانيتول سلطان. بصوا لي بقى فكرته سهلة قوي والالوان متغششة. الاول انا كاتبهولك بلون احمر، يعني معنى كده اللون الاصلي بتاعه لون احمر. واحد يقول لي هو ليه احمر يا دكتور؟ لانك حاطط فيه انديكيتور اسمه فينول ريد، عشان كده لونه الاصلي احمر. واحد يقول لي بقى وايه الرياكشن اللي بيحصل عليه؟ اقول لك بيبقى فيه في الميديا شوجر اسمه مانيتول، فلو العينه فيها ستاف اوفيس الستاف تعمل فيرمنتيشن للمانيتول فيطلع اسيد. الفينول ريد في الاسيدك بي اتش ياخد اللون اليالو، فتلاقي الكولوني لونها يالو زي النص التاني من الطبق. يعني انا جايب لك طبق مقسوم نصين، النص الشمال هو ده اللون الاصلي والنص اليمين ده البوزيتيف رياكشن اللي هو يعني. طب نفتكر حاجه في العمل كده، الفينول ريد ده موجود في انابيب في العمل؟ اه قولهم ها ممكن هي المايل ده بالظبط يا وليد. كان في حاجه اسمها تريبل شوجر ايون وموجوده في اليوريز، مش اليوريز نيجاتيف كان لونه اصفر وبوزيتيف كان لونه احمر. يبقى طلعوا لي بقى سهم، كل ده هيساعدك في الاجابه على الاسئله بتاعت العمل. طلعوا سهمين من كلمه فينول ريد. فينول ريد اول سهم تي اس ار اللي هو اختصار تريبل شوجر ايرون، اللي هو كان معمول من اسلانت وبط، كل حاجه في العمل تريبل شوجر ايرون. والسهم التاني يويز. يويز طيب ممكن اسالكم وتجاوبوني، قولوا لي مين الاورجانيزم في الخمسه اللي بيطلع النيوترون طاقه؟ واحد بس. طيب مين الاورجانيزمات اللي ما بتطلعش على البلاط اجار؟ عند المصري. اما بتطلع على ايه؟ شكرا. امتى بستعمل المانيتول سولت بتاع الستاف اورس؟ في النزل كده. البوزيتيف بيبقى ايه؟ اه خلاص جاله. طيب اللي عنده اسئله ايوه يا مرة. بس علي صوتك. لا خدناها في العمل. يبقى بص يا ماركو امر اللي هقولها بس كل ده خدناه في العمل يا ماركو. بصوا لي ماركو بيقول لي هي ليه عيله النيسيريا ما بتطلعش على البلاط اجار؟ افكركم عيله النيسيريا محتاجه حاجه اسمها فاكتور اكس وفاكتور في، الاثنين دول موجودين جوه الار بي سيز، لكن للاسف هي ما بتعرفش تدخل جوه الار بي سيز وتاخدهم، فبتضطر تسخن البلاط عشان تفرقع الار بي سيز يقوموا طالعين التو فاكتور. ماشي؟ معلش ما احنا ايه يعني اطلعوا بصوا على العمل لو في حاجه غامضه وبعد كده لو مش فاهمين حاجه قول. بس انا فاكر احنا طولنا في العمل قوي كاس العملي عشان نخلصه عشان نبقى قلنا كل حاجه ليها علاقه بالسيستم. ماشي؟ حد عنده سؤال ثاني؟ برافو. لا انا جايب لك، لا مفيش حاجه بتتغير فيه، انت مش عليك شكل الكولوم. احنا مش قلنا يا عمر في العمل بينزل الشوكولت مش مسروع ولا لا؟ لكن مش عليك شكل الكولوم، فانا جايب لك طبعا مش مسروع. طيب اخر حاجه هناخدها بقى وبعد كده ناخد بريك، الايدنتيفيكيشن. طلعوا لي بقى السكيما اللي هي الهاند رايتنج. نبتدي نتكلم ازاي بنعمل ايدنتيفيكيشن. بص انا نسيت ابقى ليكم شفره برضه الانتربشن. طيب نبقى نقول الشفرات كلها مره واحده وما نخلص بس، او بعد البريك ممكن نروح في الاخر خالص. دلوقتي يعني ايه كلمه ايدنتيفيكيشن؟ طلع لي كولوني على الطبق، سرعت انا بقى على الطبق وطلعت كولوني. موسى ارجع ورا خالص، ارجع ورا خالص يا موسى.
عشان هشام حيرين الشباك بعد كده. بص كلمة ايدنتيفيكيشن يعني هاخد الكوريت واعرف هي بالظبط اني اورجانيز. اللي انا هقوله دلوقتي يا جماعه لما ترجعوا الورق اللي عمل هتلاقوه موجود بالنص. ايه بقى خطوات الايدنتيفيكيشن؟ كل بصين كده مكتوب عندكم في الحمله. اول حاجه هتاخد حته من الكولون وتسبخها بصبغه الجبال عشان تشوف المورفولوجي. تاني حاجه هتعمل حاجه اسمها بايوكيميكال رياكشن. فاكرين احنا في العمل بقى خدنا درس بحاله اسمه بايوكيميكال رياكشن. طبعا في الاسكيما هفكركم اهم حاجه. احنا اهم بايوكيميكال تيست عندنا حاجه اسمها انزيماتيك تيست وحاجه اسمها شوجر فيرمنتيشن. واحد يقول لي يا دكتور يعني ايه انزيماتيك تيست؟ اديك مثلا عندك كولون عايز تعرف دي ستاف اوريوس ولا لا؟ اعمل لها كواجوليس تيست. قولوا لي هي مش لو ستاف اوريوس هتبقى كواجوليس بوزيتيف ولو مش ستاف اوريوس هتبقى كواجوليس يس انزيماتيك. هناخد الاكزامبل دي كلها بعد شويه. طيب تعالوا بقى شوجر فيرمنتيشن. حد فاكر الشوجر فيرمنتيشن؟ افكركم كان ده في العملي طبعا. كان عندنا حاجه اسمها 5 ستاندرد شوجر. حد فاكر الاساميهم؟ افكركم هتطلعوا العملي هتلاقوا شوجر اسمه جلوكوز وشوجر اسمه لاكتوز وشوجر اسمه مالتوز وشوجر اسمه مانايت وشوجر اسمه سكروز. كنت التكرار يا جماعه هيتحسوا وهتشوفهم طبعا راي العين في العمل هتشوف كل ده. سؤال بقى هو انت لو زرعت الاورجانيزم على الانبوبه الشوجر ممكن يعمل لك كام احتمال؟ ثلاث احتمالات. اول حاجه نو فيرمنتيشن يعني يفضل الشوجر لونه اصفر لو انتوا فاكرين. الاحتمال التاني حد فاكر؟ يعمل فيرمنتيشن ويز اسيد اونلي. العلامة الاسيد اونلي اتنين لاين بيربنديكولار على بعض. واخدين بالكم؟ قولوا لي لما الشوجر بيحصل له فيرمنتيشن بيبقى لونه ايه؟ احمر. طب حد فاكر الاحتمال التاني؟ والله ما هو يعني حدش فاكر يا جماعه الكلام ده؟ اسيد اند جاز. مش احنا بنحط انبوبه صغيره مقلوبه عشان يتحبس فيها البابل اوف جاز ولا لا؟ فالاحتمال التالت اسيد اند جاز اللي هو اتنين لاين عاملين كروس. يبقى لما الاثنين لاين عاملين كروس دي علامه الاسيد انجاز. يبقى اي اورجانيزم هناخده لازم تقول لي عمل ايه في الفايف شوجر؟ عمل فيرمنتيشن لكام حاجه بالظبط؟ وانا هعمل لكم شفره بالعربي عشان تتكلم بسهوله قوي. طيب بعد البايوكيميكال رياكشن ما يخلص ممكن نعمل حاجه اسمها انتي بايوتيك سنسيتيفيتي تيست. كل بص لي بقى واحد يقول لي ايه ده؟ مش الاختبار ده انت قلت لي بيتعمل قبل التريتمنت؟ لا ده انت ممكن تعمله جزء من الدايجنوستكس. ممكن تبصوا لي ازاي؟ محدش شايف الطبق كل ده هيتقال. دلوقتي انا عندي كولوني على الطبق عايز اعرف دي ستريبت بايوجين ولا لا؟ احد الوسائل السهله ايه؟ هقول لك والله حط على الكولوني دي الانتي بايوتيك اللي اسمه باسيتراسين. لو الكولوني دي ماتت يعني الاورجانيزم ده سنسيتيف تبقى دي ستريبت بايوجين. لكن لو الكولوني دي فضلت عايشه يعني ريزيستنت يبقى دي مش ستريبت بايوجين. ده اسمه انتي بايوتيك سنسيتيف. وهنعيده تاني في الدايجنوز بعد شويه. يبقى انا كده استعملت الاختبار ده مش عشان اتوصل للعلاج، انا استعملته عشان تو ايدنتيفاي الاورجانيزم. طيب في بقى طريقه بعد كده برضه ساعات نعملها. ان انا في الكولوني اعمل ديتكشن للانتيجين زي ما عملت في العينه. قولوا لي مش في الرابيد دايجنوزس كنت بدور على الانتيجين؟ ممكن تكرر نفس التيست على الكولوني. يعني اديكم مثلا قولوا لي يا جماعه لو الكولوني دي شاكك انها نيوموكوكار ادور على الكبسول واعمل تيست اسمه ايه؟ كبسول اسمه ايه؟ عادي خالص هحط انتي بودي ضد الكبسول. كمان ممكن ادور على حاجه اسمها جين. اعمل بي سي ار برضه
عشان عملت بي سي ار من عينه ممكن اعمل بي سي ار من الايه؟ برضه من الكون. كل دول اختبارات بعمل بيها ايدنتيفيكيشن. واخر حاجه بقى، بس دي مش هناخدها دلوقتي خالص، هناخدها مجمعه. حاجه اسمها تايبنج للاورجانيزم. يعني اعمل حاجه اسمها ايه؟ ايدنتيفيكيشن للسلاله الليستريه، وهنبقى نفهمها في موعدها ان شاء الله. يبقى ممكن تبصوا لي في الورقه الثاني بقى في الاندرويد عشان مش هنطلع عن الكلام ده. ايه العناوين الكبيره بتاعت اي ايدنتيفيكيشن؟ اول حاجه فين؟ ثاني حاجه بايوكيميكال. اشهر اثنين بستخدمهم هما ايه؟ انزيماتيك وشوجر فيرمنتيشن. ثالث حاجه اعمل حاجه اسمها ايه؟ انتي بايوتيك سنسيتيفيتي. رابع حاجه تدور على الانتجن. خامس حاجه تدور على الجين. سادس حاجه تعمل حاجه اسمها ايه؟ طيب يلا طلعوا بقى الورق نطبق الكلام ده، يعني صفحه ونص وبعدين ناخد بص. اول حاجه تعالى لي بقى كيف تعمل ايدنتيفيكيشن. ركزوا معايا يا جماعه. ناخد البريك بعد الصفحه ونص دي عشان اللي بعد البريك يبقى ولادي. بص اول حاجه فيلم ستاند ويست داد. يا عز انا سامع صوتك من هنا، تخيل، اقسم بالله العظيم انا سامع صوتك، ما بالك اللي حواليك. بص هنعمل فيلم طبعا عشان نشوف المورفولوجي، واحنا طبعا عارفين المورفولوجي بتاع كل واحد قبل كده ولا لا. طيب نيجي بقى للبايوكيميكال رياكشن. اه ابتدي الاول بالانزيماتيك تيست. خلي بالكم يا جماعه اهم عيله في المنهج بنعمل فيها انزيماتيك تيست هي عيله الكوكاري. يعني المذكره الجايه ان شاء الله لما ناخد الباسيلاي مش هتلاقيني بجيب سيره الانزيماتيك تيست الا فيري ريلي، لكن عيله الكوكار الانزيماتيك تيست فيها حاجه مهمه جدا. ايه بقى الانزيماتيك تيست ده؟ اول تيست بعمله التيست اللي اسمه كاتاليز. بص بقى الاول افكرك بالكاتاليز، خدناه في العملي والصوره موجوده. بجيب الكل حطها على سلايد، عايز اعرف بتطلع كاتاليز انزيم ولا لا، فهحط هيدروجين بيروكسيد. قولوا لي يا جماعه هو الكاتاليز بيعمل ايه في الهيدروجين بيروكسيد؟ بيكسره ويطلع ايه؟ اكسجين. فلو لقيت فيه بابل اعرف ان هنا في كاتاليز على طول، بابل في اكسجين، زي الرسم عندكم اللي على الشمال اللي هي الكاتاليز بوزيتيف. الدايره اللي على الشمال دي كاتاليز بوزيتيف فيها بابل، اما اللي على اليمين مفيش كاتاليز وبالتالي مفيش بابل. واحد يقول لي يا دكتور التيست ده يعني ايه؟ ده بيفرق بين الاستاف والاستريب. ممكن كله يبص لي لو سمحت يسيبوا الورق. انا طالع لي كولوني على الطبق، عملت فيلم لقيت منظر غريب اللي هو ايه؟ كوكاي عامله كده متفرقه، لا باين هي تشين ولا باين هي كوب. فدي ممكن تطلع ايه؟ دي عائله الاستاف، دي عائله الاستاف. طب ايه التيست الاولي اللي اعمله بحيث اعرف دي عائله الاستاف ولا الاستاف؟ الكاتاليز. عملت الكاتاليز وطلع بوزيتيف تبقى دي عائله الاستاف. طبعا انا لسه ما عرفتش ده انهي نوع من الاستاف، المهم دي عائله الاستاف. طلع نيجاتيف تبقى الاستاف. حلو كده؟ طيب. نحط بقى على الاستاف نموذج، قولوا لي مش الستريبت نمودي دي من ضمن عيله الستريبت ولا لا؟ فطبعا دي هتطلع ايه؟ نيجاتيف. اما بقى عيله النايسين خدنا برضو الصوره دي والتيست ده. اوكسيديز بوزيتيف. والاوكسيديز بوزيتيف بيبقى لونه بيربل اللي هو اللون ده، وهتلاقوا الرسمه دي في ورق العملي الملون. فالاوكسيديز ده هو اللاند مارك بتاع عيله النايسين. تيجي بقى في العملي انت بتبقى حافظ الكلام ده، بس خلص عليك شويه، صوم لها في السكاشن. يجي يقول لك يا ابني بالنسبه للاستاف والاستريبت والنايسيريا ايه هو الجينوس سبيسيفيك تيست؟ انتوا عارفين يا حبايبي يعني ايه جينوس؟ العيله اللي اسمها ستاف اسمها جينوس، العيله اللي اسمها ستريبت اسمها جينوس، عكس كلمه سبيشيز. اقول لك ستاف اوريوس تبقى سبيشيز. هو انا اول مره اشرح لكم ده؟ ده شرحته لكم في درس ايه؟
لما خدنا الكلاسيفيكيشن بتاع البكتيريا قلنا ان بيبقى عندي حاجه اسمها جينس، والجينس بيتفرع منه سبيشيز، والسبيشيز بيتفرع منها سترينز. اه والله العظيم هتلاقوه في الجن. المهم اللي مش فاكره الجينس يبقى حاول تاني. لو اتسال مين الجينس سبيسيفيك تيست بتاع الاستاف والستريب، هو الكاتاليز، وبتاع النيسيريا هو الاوكسيديز. فاكتبوا عليهم لو سمحت. على الكاتاليز اكتب جينس سبيسيفيك تيست، يعني ده اللي يقول استاف ولا ستريب. جينس سبيسيفيك تيست. طيب على يمينك الاوكسيديز اكتب جينس سبيسيفيك تيست، ده بتاع النيسيريا، ده يقول لي بتعمل في النيسيريا. جينس سبيسيفيك تيست. جميل. كل بصيرة نخش على الستاف اورجز دلوقتي. يا حبايبي انا عرفت ان دي ستاف اورجز، حلو كده؟ سوري ستاف، عرفت انها ستاف ازاي؟ طلع كده اتس بوزيتيف. طب انا عايز اسال ايه بقى؟ هي اورجز، يعني عايز تو ايدنتيفاي السبيشيز. هنا بقى اهم تيست اعمله الكواجوليز. قولوا لي يا جماعه، هو مش احنا مقسمين يعني الاستاف على حسب الكواجوليز ولا الاستاف اويس دي كواجوليز ايه؟ بوزر. فلكي اعرف دي اويس ولا لا بنعمل كواجوليز. يعني قولوا لي بقى في امتحان العمل لو سالتك قول لي يا ابني مين السبيشيز سبيسيفيك تيست بتاع الاستاف اويس؟ هو الكواجوليز. يعني ايه كلمة سبيشيز سبيسيفيك؟ يقول لي انها اويس. يبقى طلعه سهل من الكواجوليز واكتبه سبيشيز سبيسيفيك تيست. سبيشيز سبيسيفيك تيست يعني يقول لي دي اويس. واحد يقول لي يا دكتور طب وبقيه الجدول مالهمش انزايم سبيشيز سبيسيفيك؟ لا، يبقى الوحيد في الجدول اللي ليه انزايم سبيشيز سبيسيفيك هي دي. ممكن تبصوا بقى كل بصلي اللي فيكم متعود يقرا الكتاب او اللي متابع السكاشن هيلاقيه بيقول في الكواجوليز معلومات رهيبه في الكواجوليز تيست ولا تشوفها. اللي مطلوب منك نظري وعملي هو اللي انا هقوله دلوقتي، لكن هما كاتبين الكواجوليز في كتاب النظري صفحه وفي العملي برضه بيتشرح كتير. كل ده الكواجوليز عمره ما بيجي في الامتحان. طيب ممكن بقى تبصوا لي، عايز واحد ابن حلال يقول لي احنا عندنا كام نوع من الكواجوليز؟ اثنين، واحد اسمه باوند، واحد اسمه فري. قولوا لي الباوند كواجوليز ده ليه اسم تاني؟ كلامبنج فاكتور. قلنا الكلام ده ولا لا؟ بصوا لي بقى، انا الاول بعمل ايه؟ بعمل حاجه بسيطه، بعمل تيست سهل اسمه سلايد ميثود. ده بيقول لي الستاف دي فيها باوند كواجوليز ولا لا؟ ازاي؟ بصوا لي كده، بجيب سلايد واحط الكولون، واحط على الكولون حاجه اسمها سيتريتد بلازما. حد عارف يعني ايه سيتريتد يا جماعه؟ السيتريت ده ماده ايه؟ انتي كواجولانت. قولوا لي يا جماعه تعرفين من الفسيولوجي، لو انا سحبت بلاد او بلازما من حد مش بيحصل له سبونتينيوس كواجوليشن؟ انا مش عايز يحصل كلوتنج، فبحط حاجه اسمها سيتريت. فانا بجيب بلازما سيتريت عشان ما يحصلهاش كلوتنج، وبعد كده احطها على الكولون. بص النبي مش عايزين خفاف. بص الان يلا يا جماعه هحط السيتريت بلازما على البكتيريا. قولوا لي بقى لو البكتيريا دي بتطلع كواجوليز، الكواجوليز بيعمل ايه في البلازما؟ كلوتنج. فهلاقي حصل كلوتنج. المنظر اللي انتوا شايفينه على السلايد ده عباره عن ايه؟ اللي انتوا شايفينه الابيض ده كلوتنج بلازما. يبقى السلايد ميسو ديتكت البارد كواجوليز، ومحدش بيعمل حاجه من كده. نظريا بقى يقول لك ايه؟ طب افرض
عايز تعرف هي بتطلع فريك واكوليز ولا لا. طبعا قولوا لي يا جماعه، هي مش لو بتطلع باوند يبقى اكيد بتطلع فري ولا لا؟ كلام فاهم. بس بقول لك ببساطه حركه، اعمل حاجه اسمها تيوب ميثود. عارفين بقى تيوب ميثود عباره عن ايه؟ بجيب السيتريتد بلازما في انبوبه مش على سلايد واحط الكولوم، لو بتطلع فريكو ادوليس يحصل كلوتنج للبلازما. وانا جايب لكم صوره بالعرض، دي انبوبه كوكوليس بوست. تلاحظ ايه بقى؟ شايفين الكلوتنج اللي حصل في البوتوم بتاع الانبوبه ولا لا؟ في جزء صغير فلويد ما حصلوش كلوتنج، لكن بقيه السيتريتد بلازما حصل فيها كلوتنج. يبقى ده اللي عليك تعرفه من غير اي تفاصيل اكتر من كده. جميل. واحد يقول لي يا دكتور هل هناك تستات اخرى برضه تقول لي دي ستاف اوريس ولا لا؟ ايوه، بس يا مايكل اقل اهميه. يعني انا لو في الامتحان قلت لك مين هو السنجل موست امبورتنت تيست تو ايدنتيفاي ستاف اوريس، هو الكارديوليس. في بقى تستات اخرى؟ بص يا حبيبي، ممكن تعمل تيست اسمه دينيز. فاكرين الدينيز؟ مش هي بتطلع بيوكسي هايبوكريس دينيز ولا لا؟ طبعا الستاف اوريس برضه دينيز. قبل ما نقلب الصفحه، عرفتوا ايه الفرق بين كلمه جينس سبيسيفيك وسبيشن سبيسيفيك؟ طيب الله بقى لما تيجي في الامتحان تضربوا فيه. اقلب. لا معلش يا عم، خلص بس الفرق كده. خلاص دي اخر صفحه وبعد كده هاخد. بصوا. تعالوا بقى للشوجر فيرمنتيشن. احنا قلنا بعد الانزيماتيك تيست بنعمل حاجه اسمها يا واحد خلص بس البايوكيميكال رياكشن كلها. بعد الانزيماتيك تيست بعمل حاجه اسمها شوجر. ممكن تقولوا لي ايه العلامه اللي موجوده في عنوان الشوجر فيرمنتيشن؟ اسف قوي. يعني انا بغششك بقول لك ليه؟ جميع الكوكار لما بيعملوا فيرمنتيشن ما بيطلعوش جاز، بيبقى اسيد اون، عشان تبقى برضه قاعده حطها في الماء. مفيش كوكاي بتعمل اسيد انجاز. طيب السؤال ده كل واحده بتعمل ايه؟ اول حاجه الستاف اوريوس بتعمل فيرمنتيشن للفايف شوجر كله. فاكرين الفايف شوجر؟ بس ما بتقولش اسمهم. يا ماريا انت واللي جنبك واللي جنبك. يبقى انت بتقول فيرمنت الفايف شوجر بس على شرط المانايت هو الموست امبورتنت. واحد يقول لي عليه الكلام، بصوا لي كده، افرض لقيت اربعه شوجر بس هم اللي في الميت، تحدد دي اوريوس ازاي ولا لا؟ تشوف المانايت فيهم ولا لا؟ يعني انا مش لازم الخمسه كل مره، المهم اللي يبقى المانايت واحد فيهم. طيب الستريبت بايوجين ما بتعملش شوجر فيرمنتيشن خالص. الستريبت نيمونيا هنا الكتاب بقى مغلس قوي، هي ما بتعملش فيرمنتيشن للخمسه شوجر، بس بتعمل فيرمنتيشن لشوجر اسمه انولين. ده يا جماعه مش من الفايف ستاندرد، عشان كده دي اول واخر مره هنسمع عنه، مش هنعمله تاني خالص طول المنهج. يبقى ده شوجر مش من الفايف ستاندرد. طيب تعالوا بقى بص حاجه بسيطه قوي، ازاي احفظ بسهوله الجونو كوكاي والمنينجو كوكاي؟ ممكن تبصوا لي كده؟ مش الجونو بتبتدي بحرف جي يبقى جلوكوز. طب مش المنينجو بتبتدي بحرف ام هتزود على الجلوكوز مالتوز. ده اللي شاف انا بعيط. يبقى جي مع جي وام مع ام. طبعا ملاحظين ان انا عامل لك الشوجر فورميتد باللون الاحمر لانه هو بيبقى لون احمر. طب ممكن تبصوا لي بقى؟ في بقى كمان بايوكيميكال رياكشن تاني انا مش كاتبها في السكيما لانها مش كومن قوي، يعني ما بنجيبش سيرتها الا بكتيريا قليله. يعني ايه؟ قولوا لي الستاف اوريس. طب بذمتكم ده كلام؟ هو في ايه يا عز؟ تهدى شويه. ايه؟ سمعتوا عن اختبار اسمه جيلاتين ليكويفاكشن؟ طبعا خدناه في العمل.
فاكرين الجيلاتين ده اللي هو بيبقى زي الشيلي وبالظبط لما البكتيريا بتطلع جيلاتينيز بتخليلك فالستاف فوريوس بتاعك. طيب سمعتوا عن اختبار اسمه ليتمس ميلك اسيديفيكيشن اند كلوتنج؟ اه فكروني هو الليتمس ميلك لونه الاصلي ايه؟ فايلو بالظبط مو، ولما بيحصل له اسيديفيكيشن وكلوتنج بيبقى لونه احمر. فالستاف فوريوس الاثنين دول بيثبتوا ايه؟ طيب نعم لا ما هو بص ممكن يتحط تبع الانزيماتيك وممكن يتحط تبع كربوهيدرات وبروتين، ده دي حاجه ثانيه يا محمد، انت عندك حق طبعا، بس هو هنا ما بعتبروش انزيماتيك لان ليه كلاسيفيكيشن ده. طيب كويس ان حد فيه رمى يعني فاكر بعد كده في تيست في النيومو اسمه بايل سوليوبيليتي. يعني بصوا يا جماعه لو الكولوني بتاعت النيوم حطيتها في بايل تدوب. واجي هنا بقى اسالك ليه كل المصريين، انتوا عارفين الكولوني معنى انها دابت يعني الاورجانيزم مات، ايه علاقه بقى البايل بموت النيوم؟ اقولك البايل بيعمل اكتيفيشن للاوتولايسن. حد فاكر مين هو الاوتولايسن اللي بيخليها تنتحر؟ فالبايل يعني خليها تطلع اوتولايسن حتى لو ما كبرتش في السن فيقوموا كله ايه؟ ماتك. فاكتبوا طلعوا ساحب من كلمة بايل اللي هتبقى مكتوبة في حتة تانية يا جماعة، بس انا بزودها هنا لكن هي مكتوبة في حتة تانية هناخدها بعد شوية. طلع ساحب من كلمة بايل واكتب بايل اكتيفيتس اوتولايسن. بايل اكتيفيتس اوتولايسن. واحب بقى اشوفكم انتوا متابعيني ولا لا، يعني حاجه بسيطه كده تقدروا تقولوا لي بقى الاوتولايسن بتاع النيوم جبنا سيرته كم مره في درس النيوم؟ او هتشك اول حاجه فيرولنس فاكتور، مش ده مكتوب في فيرولنس فاكتور؟ تاني حاجه الكولون بتاع قشات الطاوله اللي هو درافت مان ابيرنس، الله ينور عليك. تالت حاجه سوري بروف البار، اكتبوا لي التشجيعه دي فوق. لا ولا بصوا تحت بايل سولبل وخلاص، الحته البيضاء كتير اكتب اوتولايزر تحت البايل سولبل كده اوتولايزر. طلع منه ثلاث اسهم، اول سهم فيرولنس فاكتور، فيرولنس فاكتور. ثاني سهم درافت مان كولون، درافت جي اتش يعني دي ار اي يو جي اتش، درافت مان كولون طبعا اكتبها في الامتحان بالاف صح طبعا، يعني مش حاسب على الخطر اللي جاي، درافت مان كولون. تالت حاجه بايل سوليوبيليتي، بايل سوليوبيليتي. يبقى احنا كده يا جماعه خلصنا كل ما هو تبع البايوكيميكال رياكشن. قولوا لي بقى لو معلش اللي عنده سؤال بقى ناكله لغايه بس ما خلص، عشان كمان انا تعبت يعني انا محتاج بريك اكتر منكم دلوقتي. لو بصيتوا في الاسكيما هتلاقوا الاختبار التالت حاجه اسمها انتيبايوتيك سنسيتيفيتي، ده بقى تطبيقه في الاثنين اللي في النص الاستريبت بايوجين والاستريبت نموني. بصوا بقى انا جايب لكم الرسمه بتاعته، هتلاقي الطبق ده في سكشن الاستريبت بعد الاجازه ان شاء الله، ده لو اصلا يعني في دراسه بعد الاجازه. بصوا بقى كله، بصوا يا جماعه الطبق ده حاطط النيوم وكوكاي زريحة على طبق البلاط، وقمت حاطط الديسك الابيض ده في انتيبايوتيك اسمه باسيتراسين. قولوا لي شايفين الاورجانيزم اللي حوالين الديسك مات ازاي؟ مش الحته اللي حوالين الديسك كلير ولا لا؟ كلير يعني مات، يبقى معنى كده الاورجانيزم ده سنسيتيف ولا ريزيستنت؟ سنسيتيف، يبقى دي على طول ستريبت بايوجين. يبقى لكي اتاكد انها ستريبت بايوجين حط انتيبايوتيك اسمه باسيتراسين. ودايما بقى هتلاقوا ايه؟ كل ما يبقى الاختبار ده تبع الانتيبايوتيك سنسيتيفيتي هحط لك كبسولتين انتيبايوتيك كده افكرك ان ده انتيبايوتيك سنسيتيفيتي. طيب النيوم بقى نفس الفكره، سامح بطل كلام يا سامح، نفس الفكره على النيوم بس بنغير الانتيبايوتيك، بحط انتيبايوتيك اسمه اوبتوكين، وساعات يقولوا عليه اوبتوخين لان هو اصلا الماني، واخدين بالكم؟ اوبتوكين او اوبتوخين.
برضو النيوم كوكاي اوبتوكين سيلز. بقية الكوكاي ملهاش انتي بودي. طيب مسك الختام بقى، اخر طريقه موجوده انتيجين ديتكشن. قولولي مش احد وسائل الايدنتيفيكيشن انتيجين ديتكشن ولا لا؟ اه مين بقى اللي فيهم انتيجين ديتكشن؟ اول حاجه الستريبت نموني. بصولي كده قولولي الكولوني لو عايز اعرف الستريبت نموني ولا لا، هدور على جروب ايه كربوهيدرات انتيجين. فاكرين الحته دي؟ اه بالظبط. احنا مش كنا واخدين الاختبار ده اسمه اليزا قبل كده في الرياب الدايجنوز ولا لا؟ لكن من الكولوني بنعمل انتيجين انتيبودي رياكشن تاني خالص، مع ان انا بدور على نفس الانتيجين. الانتيجين اللي اسمه لاتكس اجلوتينيشن، فاكرينه ده؟ اللي احنا ممكن نعمله على الكبسول في سي اس اف، وكمان اختبار اسمه بريسيبيتيشن. مين اللي بيتكلم؟ طب رفعت ايدك. لا مش هخليك تسال. اه طيب متاسف لا ما ينفعش احنا قلنا رساله لما خلص. طيب طبعا احنا في خانه الستريبت بايولوجي ماشي اوكي اوكي. طيب ده يقول لكم قد ايه الواحد فقد تركيزه تماما. طيب بصوا تعالوا الستريبت نموني قولوا لي، سمعت عن حاجه اسمها كبسول سويلنج؟ هي مش الكولو دي فيها كبسول ولا لا؟ فنقدر نعمل كبسول. اخر حاجه بقى فيها منين جوكوكاي؟ الكولو ما عندهاش ولا لسه. بصوا لي كده المنين جوكوكاي بنعمل اختبارين على الكولو تو ديتكت الانتيجين. اول اختبار اسمه سلايد اجلوتينيشن، ده هناخده في العمل. بس اللي فيكم مر بسنه اولى خدتوه في البلاد جروبنج في الريسيرش. قولوا لي لما كنت اعرف البعيد فيكم البلاد جروب انتيجين، لو لقيت عندك دم يعني كنا بنعمل ايه فاكرين؟ كنا بنجيب سلايد ويتقسم ام نصين، ولا حد فاكر طبعا. ثلاثة؟ بنقسمه 18 بعد كده، لا هما اثنين، انا ما بقولش الار اتش، انا عايز البلاد جروب الرئيسي. بحط هنا انتي اي وهنا انتي بي، صح؟ واجيب الدم بتاعك لو لقيت ار بي سيز. قولوا لي لو انت بلاد جروب ايه بلاقي ايه هنا؟ اجلوتينيشن نقط. ولو انت بلاد جروب بي بلاقي هنا. طبعا لو انت اي بي بلاقي في الاثنين، صح؟ هو ده نفس التست بالظبط. بعمل ايه بقى؟ بجيب الكولوني بتاعت المنينجو كوكاي. انا هنا بقى بدور على اي انتيجين؟ الكبسول. قولوا لي هو مش المنينجو كوكاي عندها كبسول عشان هي بتعمل منجايتس؟ طيب في كام جروب مهم بيعملوا منجايتس؟ هما كانوا 13. في كام واحد هما اللي مهم فيهم؟ خمسه بالظبط. فانا بحط حاجه اسمها ايه؟ جروب سبيسيفيك انتي بودي. يعني اعمل ايه بقى؟ احط انتي بودي الاول ضد جروب ايه؟ ما لقيتش رياكشن؟ احط انتي بودي ضد جروب بي. ما لقيتش ضد جروب سي؟ ما لقيتش. فاضل مين؟ واي ودبليو 135. ده اللي يقول لي دي منين جي كوكاي ولا لا. طب ممكن تبصوا في الرسمه اللي انا جايبها؟ انتوا عندكم كورتين صح؟ البوست في اجلتيشن اي واحده فيهم؟ اللي على اليمين ادي النقطه دي، يبقى اللي على اليمين دي كانت منين جي، اما اللي على الشمال دي مش منين جي. طيب تيست تاني واخير حاجه اسمها فلوريسنت انتي بودي. قولوا لي فلوريسنت انتي بودي يعني ايه؟ انتي بودي بتطور. برضه بجيب الكل بتاعت المننجو ومرسوم عندكم التست ده كل حاجه في العدد واحط انتي بودي ضد الجين. دي واحده بقى، انا هعمل الشفرات دلوقتي عشان مش طالب بعد البريك اخطب عليكم وما مالكوش الايه؟ ما مالكوش، لان عارف طبعا ان بعد البريك هتبقوا اسوء. فاكتبوا هحاول لكم طبعا، لا حول بالله يا رب. هو اللي اسمه سميلت اسيديفيكيشن اند جلوتنج ده طلعوا لي صفحه 29 كل الشفرات هتبقى فيها 29. هنبتدي الاول شفره الاستاف يعني على الشمال. اكتبوا بالعربي اول حاجه اول سطر بيقول ايه؟ فرق
برضه بص نسيت مفيش كلام. احنا كل اورجانيزم هيبقى ليه اسم عشان يفكرني باهم خصائصي. بعد كده في نفس الصفحه الستاف اوريوس هنقول عليها العنبه الذهبيه. اكتبوا كده الستاف اوريوس العنبه الذهبيه. قولوا لي هي عنبه ليه؟ عشان كده وذهبيه اوريوس. طيب جنبيها قولوا لي السيرت بايوشين. اكتبوا السلسله المصدريه. السلسله المصدريه قولوا لي مش هي بايوشين يعني بتعمل صديد؟ فهنقول عليها مصدرين. السلسله الصديدية. السيرت نومونين اكتبوا عليها المهويه. المهويه قولوا لي هي نيومو يعني ايه؟ نيومو يعني هواء مش هي بتعمل نيومو كوكاي؟ لا هي بتعمل نومونيا فبنقول عليها المهويه. المننجو هنسميها منا عمر خلفك كده يا مايكل ان شاء الله. منا الجونو ملهاش اسم مش هيبقى ليها شفره الجونو ده بيطلع صغيره. يلا اكتبوا في الستاف اوريوس. فرق بين السلسله والعنبه بقطه. فرق بين السلسله والعنبه بقطه. ايه القطه دي؟ كاتاليز. مش الكاتاليز في كلمه كات ولا لا؟ تنقلوا الشفراء. قلت دلوقتي المجموعه اللي فاتت؟ طيب خلاص. المجموعه اللي فاتت خدوا كل الشفراء. يبقى ممكن يا جماعه تسكتوا عشان اخلص. في الاحوال اللي احنا بنهرج طبعا لكن انا مش طايقكم. اكتبوا. يبقى كتبنا ايه؟ فرق بين ال مش عارف ايه واللي مش عارف ايه والقط. اللي بعديها بقى على الستاف اوريوس بقى. العنبه الذهبيه. انا بتكلم دلوقتي على الستاف اوريوس. العنبه الذهبيه. جلطه الدينا. لا مؤاخذه يا دينا. جلطه الدينا. وحطت للراجل جل لبني. جوزها يعني حطت للراجل جل لبني. ماشي يا عم قولوا لي جلطت يعني ايه؟ كويس ايه دينا دي؟ دينيز. احنا على فكره احنا بنعمل الايدنتيفيكيشن بتاعها مش كان في كويس وفي دينيز ولا لا؟ يبقى جلطت دي. حطت للراجل. بصوا بقى الراجل هو اهم شجر فيها ايه؟ مان نايت. فيها كلمه مان. فيبقى دايما المان نايت هنسميه راجل. كل شجر ليه اسم. مان نايت اللي هو الراجل. طيب جل جيلاتيني لبني. لبن اللي هو الليبوس ويك. طيب بعد كده كده خلص شفره الستاف اوريوس. خشوا على الستريبت بايوجين في نفس الصفحه. اكتبوا السلسله ما عندهاش قط. السلسله ما عندهاش قط. والسلسلة المصدية والسلسلة المصدية حساسة للبوس. معلش كلمة قبيحة. حساسة للبوس وعندها آخر حاجة عندها أصل أنا في الحصة العادية بقول الشفرة بعد كل أورجانيز فبيبقى المعلومات في دماغها. وعندها جن. عندها جن. جن عفريت يعني جن. متأخر وراسب. جن متأخر وراسب. طيب بص مش عايز اسمع كلمة عشان تخلص. قولوا لي ايه ما عندهاش قطة؟ ما عندهاش كتالين. طيب ده الستات. طب المصدية بقى ايه حساسة للبوز؟ بس باسيت راسين سنسل يعني حساسة للبوز. طيب جن اللي هو الانتجن. قولوا لي احنا بنضيع على الانتجن ازاي؟ متأخرة اللي هي لاتكس والبريسيبيتيشن. قولوا لي مش البريسيبيتيشن ده بيبقى حاجة مترسبة؟ مترسبة. فهنسميه دايما راسب. يبقى البريسيبيتيشن راسب. آخر شفرة. جن اللي هو الأنتجن. جن اللي هو الأنتجن. آخر شفرة. المننجو.
شفرة النيومة هناخدها بعد البريك في جدول تاني. بعد البريك عشان هتتشرح في جدول تاني مش عقاب ليكم ما تخافوش احنا في جدول تاني. اخر شفرة شفرة المنيج اكتب. وقعدوا ساكتين بعد كده عشان بعد ما اخلص كل اورجانيزم اقول الشفرة بتاعته. بدل ما احنا نسينا اصلا الاورجانيزم ده كان اكتبه. منا كانت شوكولاتة. كانت شوكولاتة. وشربت مارتيني ما اكسد. مارتيني ده منكر. بس حلو يعني. شربت مارتيني ما اكسد. فيكوز مالت. قولولي. اخر جمله اخر بعد كوز مالت اكتبه. طبعا المالت ده بيبقى اريان يعني ايه بردان. فاكتب بقى في كوز مالت غطيه بشريحه انتي بودي. اكتب يا احمر غطيه بشريحه انتي بودي عشان ينور. غطيه بشريحه انتي بودي عشان ينور. واحده واحده بسرعه بقى قولوا لي شربت شوكولاته. كانت شوكولاته. طيب شربت ولا كانت. طيب مارتيني ايه هو المارتيني؟ فاير مارت. طيب ما اكسد اوكسيديز مش هي اوكسيديز بوستر ولا لا احنا شربت ده دي. طيب جوز جلوكوز. مالت مالتوز مش هي بتعمل جلوكوز ومالتوز ولا لا؟ فدايما الجلوكوز يبقى جوز ومالتوز مالت. قولوا لي ايه شريحه انتي بودي؟ سلايد مش سلايد يعني شريحه ولكن حاطين انتي بودي. طيب عشان ينور فلوريسنت انتي بودي. يبقى اقعدوا ساكتين عشان بعد ما نخلص دايما كل بكتيريا كل الشفره بتاعتها. ربع ساعه اربعه وخمسه.